تامر حبيب شخصية غنية وثرية وتفاصيلها كتير جدا، وده أكيد هيخلي الحوار ثري. شفت كذا حلقة وحابب البرنامج. تامر مش بس سيناريست شاطر، لا هو كمان محاور ذكي جدا. متخيل ان ممكن سمر تحاول تستفزني احيانا عشان شفتها بتستفز كل ضيوفها، بس يعني ناوي ما استفزش. كل المواضيع هتتحط على الترابيزه وهنتكلم فيها. ممكن يبقى في اسئله تستفزني لدرجه ان انا ارفض اني اجاوب عليها. طبعا متحمسه جدا للحوار معاه. حلو زي الفل، يعني ربنا يسهل. معروف عنه ان هو بيدافع كتير عن زملائه، فاكيد طبعا هيعرف يدافع عن نفسه. هحاول ارد بالمنطق، لان انا دايما بحس ان المنطق هو اللي المفروض يحكم صح. يعني مساء الخير، ضيفي وضيفكم النهارده السيناريست تامر حبيب. مساء الخير يا تامر. مساء الفل. ازيك؟ الحمد لله. منور انا وانا النهارده. ميرسي، ده نورك. في الاول بستاذنك نقدم تعزينا للشعب طبعا. المصري كله طبعا. بالنيابه عن كل فريق العمل بنقدم خالص واحر التعازي لاسر شهداء حادث الواحات الارهابي، الله يرحمهم ويصبر اهلهم وفي الجنه ان شاء الله. الله يرحمه. مش لاقي كلام يتقال بصراحه بجد، مش عارف اقول اي حاجه من ساعه ما ده حصل. كلنا مش لاقيين اي كلام يتقال، وكلنا حزنانين جدا، او كلنا حزانة من جوانا جدا. يا رب ما تتكرر مره ثانيه يا رب ان شاء الله. خلينا نبدا برنامجنا، والفقره الاولى هي انا والعالم. انت شفت البرنامج ولا لا؟ شفته. لا، بعيدا عن الحلقه اللي انت شفتها، شفت حلقه ثانيه؟ شفت حلقه ثانيه. طيب خلينا نبدا باول خبر معانا. عجباني. بعيدا عن الحلقه اللي قلتها هتكلم فيها بعدين، بس خليني دلوقتي نبدا مع اول خبر معانا. يلا اتفضل. يوسف زيدان كاتب مصري، ظهوره التلفزيوني دايما مصحوب باثاره للجدل والسوشيال ميديا. العوام عندهم زي العوام عندنا برضه، ان احنا ممكن نكون مفسرين القرآن أغلبه غلط لأن إحنا بنقرأ على حرف واحد. طبعاً. البعض بيشوفه بيتعمد إنه يعمل كده، لكن البعض الآخر بيشوفه حر وصريح ومفكر وإنسان مثقف. مؤخراً ظهر زيدان في حلقة من برنامج كل يوم. الراجل ده ضيع البلد ودخلنا في استعمار 70 سنة. أثارت آراءه عن أحمد عرابي الجدل وكمان الغضب. أحمد عرابي ضيع البلد طبعاً، عايز يحكم مسكين. كمل يوسف زيدان على صفحته على الفيسبوك مستشهدا بأمير الشعراء أحمد شوقي والإمام محمد عبده. وكالعادة انقسم رواد السوشيال ميديا ما بين مؤيد ومعارض ومهدد باللجوء للقضاء. سيد زيدان طبعا ردوده طبعا يعني الواحد يعني يرفع عليه قضية، ما فيش أكتر من كده طبعا. وما بين معارض ومؤيد يفضل يوسف زيدان شخصية مثيرة للجدل، سواء تعمد هو ده أو لم يتعمد. في الاول عايز اسالك، بتقرا ليوسف زيدان؟ وبحبه جدا. وبتحبه جدا. اكتر حاجه بتحبها له ايه؟ بحب ان هو شبه بالظبط اللي حاصل ده دلوقتي، ان هو مش معترف بمسلمات وبيدخل ينخور وبيخليك تشوفي بوجهه نظر ثانيه خالص. اكتر كتاب حبيته له ايه؟ وكان اسمه ايه، انا في الاسامي اصلي ضايع. بحبه قوي. عزازيل. عزازيل بحبه جدا جدا. يعني هو اكتر يعني كانت اول حاجه كمان قريتها له، وهو ده يعني تفكيري عنه او انطباعي عنه جه من هنا، انه ايه ده انت بتفرجني كده من وجهه نظر او من منظور مختلف تماما. يعني ايه رايك في وصفه لاحمد عرابي بانه مش زعيم وطني ولا بطل وتسبب في احتلال الانجليز لمصر؟ بصي انا ما شفتش للاسف، لانه اكيد هو قال ده، بس هو برر ليه ده، او يعني كانت مفند ليه الحاجات دي اتقالت، بس انا للاسف ما شفتش. بس انا الحقيقه مع فكره حريه الراي حتى النهايه، وضد فكره التأليه حتى النهايه. فلو هو شاف من منظور تاني وقال اسباب منطقيه ومقنعه، يبقى يعني انا اللي شفته ده دلوقتي هيخليني ادور، اتفرج ادور على يوتيوب اشوف استاذ يوسف قال ايه. تعال نشوف السكرين شوت اللي معانا. يلا. ده سكرين شوت من موقع CNN، ده حوارها مع محمود عبده صاحب الاحتفال المميز. قال ان كرة القدم ساعدتني على تجاوز احزاني ولم اتوقع ان اصبح مشهورا. شفت الصورة دي؟ ده اللي كان بيعيط؟ اللي كان على العكازين. شفت قلبت الدنيا. حسيت بايه لما شفت الصورة دي؟ بصي في شحنة بتحصل لك كده. هو الحقيقة يعني هي الصورة كانت عارفه وصلتك للبيك، يعني انت كده جاهزه مشاعرك
وانت بتتفرجي على، انا ماليش في الكوره خالص خالص، بس طبعا كنت بتفرج على الماتش يعني، او عشان ابقى يعني صادق شفت اخر ربع ساعه من الماتش. فانت قاعده في حرب اعصاب هستيريه، وبعدين راح حصل اللي حصل ده. ففعلا هو بيقوم ايه مشاعرك خلاص يعني عليت قوي، هو بيقوم جايب جون عارفه يخليك تضربي في الاحمر من السعاده يعني. لا هي كانت صوره معبره الحقيقه جدا. طب انت ايه رايك في الناس اللي بتقول ان الكوره بتلهي الناس وهيافه ايه رايك في اصل يعني الكوره هي كره القدم تحديدا في السواد الاعظم من العالم، هي اللي بتعرف تجمع الناس على حاجات كتير قوي ما بتعرفش تجمعها. كره القدم والفن طبعا صح؟ طبعا للاسف كمان بصراحه الكوره اكتر. تعال نشوف الخبر الجاي. الخبر بينقل تصريح لداعية سلفي بيقول إن كوارث جماعة الإخوان وراء انتشار الإلحاد والانحراف عن الدين في مصر. تعليقك إيه؟ يعني ما أعرف، بصي أنا يعني عندي حالة قفلة رهيبة من أي نوع من أنواع الحاجات دي، مش عايز، أنا عايز بلدي اللي أنا عارفها. أيوة أنت شايف إن الإلحاد والانحراف منتشرين قوي في مصر لدرجة دي؟ مش منتشرين قوي، هو بصي هو دايما لما بيطلع على السطح أي حاجة نقدها كمان بيطلع على السطح. فلأنه طلع لما واحد سلفي بيرد على واحد إخواني، إحنا زمان ولا كنا نعرف يعني إيه خال سلفي ويعني إيه إخواني وإيه ولا كنا بنتكلم كده خالص. فلما طلعوا دول بالظبط طلع ناس برضو اسمهم الملحدين، ممكن يبقوا كانوا موجودين من الأول، بس هو في الآخر العقيدة دي يعني ليه دخلت قوي كده بقت على السطح؟ ما دي ده يعني ده يعني قصدي اتجاه ما كانش موجود عندنا، حاجة خاصة بين البني آدم وربه يعني. جدا جدا. طيب تعال نشوف بقى الخبر اللي بعد كده. حبة دواء واحدة بتحرق الدهون وبتغنيك عن الرياضة، الخبر ده أكيد عجبك. عايزها الحبة دي. أنت خسيت كتير. أه بس أنا عملت عمليات. عملت عمليات، أول واحد أشوفه بيقول أنا عملت عمليات ويعترف. يعني برافو عليك. يعني هبقى مكشوف قوي لو لا بس حلو قوي كده. الحمد لله جدا، بس يعني أصل ليه لما يعني أنا طول عمري تخين. وطول عمري بعمل رجيمات وطول عمري بتعذب وطول عمري بخس واتخن، وعلى قد الحرمان على قد ما ارجع اكل زي الحلوف تاني فاتخن اكتر. فلما ربنا رزقنا كتر الف خيرهم الدكاتره والطب والحاجات، طلع في عمليه ببساطه جدا بتخليك تحلي المشكله دي. ايه المشكله ان انا اعملها زي ما يعني ما هي زي ما عملت ايه؟ عملت عمليتين الحقيقه. عملت الاول عمليه السليف اللي هي اسمها التكميم، ونزلت شويه، بس هي التكميم مشكلتها ان التكميم بيرجع معدتك صغير يعني بيشيل بيصغر 60% من المعده. فالمعده بتصغر مع واحد طفل زي حالاتي. زي ما كلنا بنتولد طبعا بحب الاكل، بحب الرمرمه اكتر من الحاجات. الاكل متعه رهيبه طبعا جدا. فوسعت تاني فابتديت ادخل شويه تاني، فرحت عامل اللي هي تحويل المسار الباي باس، والحمد لله لغايه دلوقتي. انت يعني بتجرب كل الطرق. بصي اصل انا دقت بقى ان انا ابقى رفيع، انا طول عمري تخين، فدقت شويه ان انا اخس حبه حلوين، مش عايز اتحرم من الطعم. انت ايه اللي خلاك تفكر انت تعمل عمليه وتخس؟ كان في سبب صحي ولا؟ كان في سبب صحي فعلا؟ في حصل ان انا جات لي جلطه في القلب، ف وخدت لي سنه كده فيها شويه هبلات، انزلق غضروفي وفضيله على طول جلطه وبتاع، وكان لازم ان انا نتيجه زياده الوزن. ولا وبعدين اكتشفت بقى، ونصيحه لكل الناس المليانين اللي بجد مش فاهمين هم محرومين من ايه، لان انا مثلا حد كان عمل عمليه قبليه قال لي ايه انت هتحس بحاجه اسمها ثقه في النفس، قلت له انا واثق في نفسي، قال لي لا كان بيتهيأ لك. فعلا بيحصل حاجه للواحد لما بيفقد وزنه كده، حاجه ليها علاقه بصفتك بثقتك في نفسك وبالبهجه، يعني بيحصل لك حاجه كده بتحب الدنيا. ايوه وثقتك في نفسك بتزيد لما صحتك تبقى كمان. لما تدخلي محل هدوم تلاقي مقاسك، وتلاقي مقاسك وتلبس اللي انت عايزه، ويبص لك ما كانش بيبص لك، وتجري وتروح ونعمل وتبقى بالظبط. ومش انا يعني لو شارع طالع كنت بشيل الهم، طب ناخد تاكسي، انما دلوقتي بقيت طب وليه يا جماعه كمان نمشي في تراك والكلام ده كله. تعالى بقى نطلع لفاصل ونرجع نبدا كلامنا في الفقره الثانيه، استنونا بعد الفاصل. رجعنا مرة تانية بعد الفاصل، الفقرة دي اسمها أنا وأنا، بنعمل زوم على حياة تامر، مش عايزة أقول الشخصية يعني الأنا بتاعته، عيلتك، دايرتك، صحابك المقربين الكتير ما شاء الله، مش هنحسدك من أول. الحمد لله. كافكا بيقول الكتابة معناها انفتاح جرح ما، وأنت بتكتب هل في جروح بتتفتح
بتعيط، بتحس، بتفتكر حاجات مش عايز تفتكرها؟ جدا جدا جدا، يعني دي مقولة عظيمة بتاعت كافكا، لأنه بيحصل كده. والحقيقة نانسي أحيانا بيبقى لما بتدخلي قوي في الكتابة هو جرح شخصية ممكن ما يبقاش له علاقة بجرحك انت خالص. يعني انا بعيط وانا بكتب وبضحك وانا بتبقى عامل زي مجانين، يعني لاني بقعد اسمع الكلام وبيتقال بدخل جوه اللحظة قوي. فعارفة شادية فيلم عفريت مراتي، بتحاول كده بقى بتقمص، وفعلا كتير بعيط وانا بكتب. يعني فعلا زي الافلام بتعيشوا قوي 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 في اللحظة وتفتكروا حاجات وتقعدوا تندموا. بصدق جدا، عايز اقول لك حاجة، انا في مثلا مشروع كده فيلم عايز اكتبه بقالي كتير جدا من كتر ما هو بيألمني، لانه ليه حاجه دي يعني يخصني انا بشكل شخص. يعني كان حصل حاجه عجيبه جدا، ان لما ابتديت اكتب فيه اول ما امسك الورقه والقلم بعد دقيقتين من الكتابه يجي لي صداع وعينيا تدمع، مش عياط، تدمع من ضغط العين بطريقه مرعبه، لدرجه ان انا رحت شفت دكاتره وافتكرت عندي حاجه في عيني وكل ده. واضح ان لانه الحاجه دي عايزه تفضل مكتومه جوه مش راضيه تخرج. فلما انت بتقرري، لان الكتابه بتخرجها حتى لو بينك وبين نفسك، فلما بتيجي عارفه مكتومه، هي مكتومه فعلا، هي فعلا كاتمه، فبتصدعي وبتدمعي. وكتبت لغايه النهارده، ما كتبت يعني كتبت 12 15 مشهد وما كملتش الفيلم، مش قادر تكمل. انت لما بيحصل لك قفله بقى، الكاتب ساعات بيحصل له قفله ما بيبقاش عارف يكتب، تعمل ايه؟ بصي، بنسى ان انا بشتغل سيناريست تماما، يعني هي مشهوره اسمها الرايترز بلوك دي، يعني معروفه. يس. يعني ليها بقى كذا، يعني قريت ان ليها كذا طريقه في التعامل. في جزء منها اللي هو اتفرجي على حاجه تافهه جدا جدا، او قومي. يعني انا عمري ما لو حصل البلوك ده ومش عارف اشتغل، مهما ضغطت على نفسي وحزقت ان انا اقعد اشتغل، مش هيحصل. لازم افصل تماما تماما، ان شاء الله لمده 48 ساعه 24 ساعه، اعمل اي هبل بقى تاني. تسهر، اسافر، اخرج، يعني افصل تماما، وبعدين ممكن ترجعي بقى تاني. طب بتاخد وقت قد ايه بقى؟ والله بقى كل بربط على قد دمه، يعني ساعات بتبقى البلوك بسيطه فما بتاخدش وقت كتير، وساعات لا ممكن تقعد لها مثلا 5 6 ايام هتتجنني. وساعات لو في بدايه مشروع لسه ما كتبتيهوش والبلوك دي حاصله، انا حصل معايا 3 اشهر مش عارف اكسب حاجه. 3 شهور. طيب، الناقد الراحل سامي السلموني كتب مره ان حسام الدين مصطفى كان بيطلع الشرير اللي جواه ويسميه السلموني في افلامه طبعا علشان ينتقل منه. ايوه فاهم. وعمرو سلامه تقريبا نفس الموضوع، قال في تويته مؤخرا: انا الناس اللي ما بحبهمش بنتقم منهم احيانا بشخصيات هو بيكتبها. بتنتقم من حد في شغلك عن طريق الكتابه؟ لا، لان انا بحب كل شخصيات، يعني ممكن في شخصيات ما اعرفش احبهم في الدنيا، بس انا عشان اعرف اكتب شخصياتي باشرارهم بسلبيينهم بكل حاجه بدور على حاجه احبهم فيها، علشان انا بكره جدا الشرير المطلق ده. يعني بحب ان واحد، كلنا عندنا خير وكلنا عندنا شر. يعني انت بتطلع الشخصيه ملامحها الانسانيه بالظبط كده، وحتى لو عندها شر. يعني مثلا في جراند اوتيل، طب ما شخصيه انوشكا كانت بتوصف بانها شريره، بس يعني ليها مبررات بالظبط. خليتها تعمل كده. مين بعد سهر الليالي من اصدقائك زعل منك ان انت جبت تفاصيل حياته في شغلك؟ واحد من اصدقائي اللي كانت قصته اشبه لقصه احمد حلمي، والموضوع حصل بينا كهربا، وبقيت لما نتوجد انا هو في مكان، هو لان هو صاحبي بجد وبيحبني بجد، فهو فرحان بالنجاح. بس ده سهر الليالي. مش شخصيه في الحياه، يعني هو فرحان ان الفيلم ناجح ومكسر الدنيا، بس هو موجوع، انت ليه شايفني كده؟ لغايه ما جيت في لحظه انا مسكته قلت له: بص، بقول لك ايه، مش وانا حاسس، وممكن ابقى حاسس بذنب شويه لان انا وجعت وانا ما بحبش اوجع حد. فلغايه ما مسكته قلت له: لا، بص، تعالى نقفل على روحنا الباب كده، قول لي ليه، يعني فهمني في ايه الشخصيه، فيها كذا كذا كذا. الراجل ده في لحظه من اللحظات قعد مع صاحبه وفتح نفسه وتطهر، يلا نعمل كده دلوقتي حالا. وفعلا قعدنا القعده دي، خلصنا الكلام كله وابتدينا على صفحه بيضاء، يعني لسه اصحاب جدا لغايه دلوقتي. بعد سهر الليالي. بعد سهر الليالي، ما هو ما فيش حد اقدر اقول انها حواديت حقيقيه قوي غير بتاعه سهر الليالي. يعني شخصيات سهر الليالي دي انا عارفهم في الدنيا، لكن الشخصيات الثانيه هي متالفه اكتر، متاخده من الواقع في حاجات، بس هي متالفه اكتر. عشان كده نقدر نقول ان سهر الليالي كان اصدق اعمالك؟ بصي، يعني ما تقدريش تقولي ان اصدقهم، لان الحمد لله بعد كده في حاجات. يعني انا مثلا انا بحب عن العشق والهوى اكتر من سهر الليالي بكثير، وناس كثير كده. في ناس بتحب حب البنات اكتر من سهر، يعني الحمد لله بتقابلي كده. بس سهر الليالي لانه كان الاولاني، ولانه كان زي ما انا متكلم عني انا مثلا و20 واحد صحابي، هم زيك وزي 20 حد صحابك وزي اي حد بيتفرج علينا وهو واصحابه، فكان لامس الناس قوي. طيب،
بصفة عامة بقى تامر حبيب حبيب الفنانين كلهم ما شاء الله. الحمد لله. عايزين نشوف أول شهادة معانا. الناس كلهم. لا أنت أكيد حبيب الناس. نشوف أول شهادة عندنا. يلا. يلا. كمان حبيب طيب جدع جدا وفنان جدا جدا جدا. أول حاجة ما تعجبش تامر ايه العبط ده؟ يروح اي حد جنبه يقولها في ودنه او يقولها في وش اللي قال حاجه مش عاجباه، يعني الجمله دي على لسانه على طول فاهم. تامر حبيب كمؤلف لطريقته وكتابته لوحده كده ما فكرنيش بحد. قد ايه هو بمنطق الشخصيه، يعني قد ايه هو بيخلي الشخصيه منطقيه جدا تتصدق جدا، وده بيسهل الموظف حاجات كتير قوي. بيوجد للشخصية كل حاجة بمبرراتها كل حاجة، بقى كده بيبتدي بقى يعرضها على الممثل. أكبر عيب ليه كسيناريست هو أكبر عيب ليه شخصي على فكرة، متسرع. تعليقك إيه بقى؟ أولا مبسوط، أنا يعني تايسون على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني ده حبيبي، يعني عارفه في ناس كده في الدنيا بيروحوا حته ان هم خلاص اخوات، انا راجل وحيد فعندي شويه ناس الحمد لله هم كتير هم في يعني في مرحله الاخوات. فتايسون اخويا وابني واخويا الصغير، ويعني في كده وانا حضرته وهو لسه بيبدا في البدايات خالص، ودلوقتي هو بالنسبه لي لو عندي شخصيه صعبه قوي 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 هكتبها اول اسم هيجي في بالي انه يعملها، وانا متاكد انه هيعملها ويخليني احبها اكتر من اللي انا كاتبه بجد هو تايسون. يعني تايسون عمل فيا ده قبل كده كذا مره الحقيقه لما اشتغلنا مع بعض. فين بقى؟ عمل كده فيها في طريقي، وعمل كده في كده في جراند اوتيل، وعمل كده فيا كده في لا تطفئ الشمس. يعني دايما لما بنشتغل مع بعض هو بيبهرني وبيتبنى الشخصيه ويصدعك فتره، اللي هو طب ايه رايك نعمل كده، طب نعمل كده، طب نعمل كده، بس انت بتبقي عارفه ان طول الوقت هو، لان هو فعلا ما بتنيموش الشخصيه لغايه ما يوصلك تلاقي واحد بتتفرجي على حاجه احلى من كل اللي هو فكر فيه قبل كده، واعلى كمان من اللي انت كاتباه. انت متسرع؟ جدا جدا. بصي انا بطلع بسرعه قوي وانزل بسرعه قوي، بس يعني انا عارف هو بيقول كده ليه كمان، لانه انا ممكن في لحظه كده يحصل حاجه فاقوم هابب فيه طب وتبقى زعيق. يعني انا حصل بيني وبينه كذا مره كده زعيق، وهو يبتدي من باب الديفنس يزعق هو كمان، وبعدين بعدها المكالمه اللي بعدها ممكن تبقى بعد ربع ساعه، يا ابني بص الهبل ده، انا عارف انت بتحبني قد ايه وانا عارف اني بحبك قد ايه، فبتخلص على طول يعني. طب هو رايه فيك، انا بقول لك ايه الهبل ده اللي هو لسه قايل انا بقولها. هو رايه فيك ان انت متسرع، رايك فيه ايه بقى؟ اكبر عيب في تايسون ايه؟ انه بصي هو ميزه وعيب في نفس الوقت، ان هو عمره ما بيبقى راضي، وبيوصلك لمرحله انك تزهقي اللي انت بتعمله والمصحف عظيم، ثم مش ما بيبقاش مستني منك انك تقولي له كده عشان تقولي انه عظيم، بس هو طول الوقت مش راضي، طالب الكمال. وده مهم لاي حد بيشتغل تحديدا في اي حاجه ليها علاقه بالفن، انه اولا ما بيحبش يتفرج على نفسه، شايف انه لا دايما كان فيه الاحلى من كده، يعني بيوصل لدرجه في التوتر فيما له علاقه بالمهنه بتوترك انت شخصيا. بقول لك دي ميزه وعيب في نفس الوقت. هو قال كده فعلا عندنا في البرنامج. بس تقريبا كل النجوم بيبقوا ما بيتفرجوش على اعمالهم، بيبقوا متوترين زياده. وده في بيبوسوا اعمالهم؟ لا طبعا مش كلهم، لا لا في يعني خلاص بيعبدوا اعمالهم، لا انا اسف يعني ندي كل ذي حق الحق. طب زي مين؟ لا ما ينفعش. خلينا نشر شويه، انا متاكد ان دلوقتي اي حد بيتفرج جه في باله شويه. خلينا نشر شويه، لا في ناس طبعا طواويس ودول اللي عمرهم بيبقى قصير الحقيقه. طب تعالى نشوف بقى الشهاده الثانيه. ايتيكو ليه ناس كتير صديقات تامر حبيب. تامر حبيب له أصدقاء كتير قوي مش بس بنات، يعني لأن تامر حبيب هو تامر حبيب الكل فعلا، يعني كل الناس بتحبه، بنات ولاد كل الناس. فالسر إن هو راجل شرح وقلبه أبيض وبيسعد الناس كلها، وأنا بحبه قوي، باخد رأي تامر حبيب في شغلي وباخد رأي تامر حبيب في حاجات كتير قوي في حياتي. يعني تامر بالنسبة لي يعني زي مثلا ايه، ايدي رجلي دراعي بنكرياسي معدتي، يعني جزء مهم قوي فيا مني قوي. يعني هو راجل بيقدر قيمه العيش والملح، وبيقدر قيمه انه دخل بيت حد، وبيقدر قيمه انه ده شخص موهوب قابل انه يخطئ، وده ملوش علاقه بموهبته. يعني تامر بيدافع من قلبه علشان
هو بيحب صحابه قوي وصاحب صاحبه قوي 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 وبيبقى شايف السايد الإنساني اللي هو ممكن يبقى فيه خلل مثلا. كاتب كبير، كاتب كبير وقيمته كبيرة قوي 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 قوي، وكل الأدوار اللي بيكتبها بحبها رجالة وستات، فبقى عايزة أعملهم رجالة وستات. أنا فخورة بتامر أكتر ما إني بعرف أنقده من كتر ما هو بيدي من قلبه شغل. النصيحة دي دايما اللي بحب أقولها له إنه اللي زعلك طز، يعني اللي بيحبك عمره ما يقدر يزعلك، ولو قدر يزعلك هيبقى آسف إنه زعلك وهيبقى كين قوي إنه ما يزعلكش تاني. واللي بيحبك وقاصد يزعلك طزين على طز. بخاف على تامر حبيب من إيه؟ هو عارف. تعليقك إيه بقى؟ يا تيكو. هنقول لك تيكو، ما قلتلناش إن أنت تيكو. ده كل الدنيا عارفة إن أنا تيكو يعني. تيجي نبدأ من الآخر؟ انت عارف هي بتخاف عليك من ايه صح؟ اه. هتقوله ولا مش هتقوله؟ لا خليه بينا. بتخاف عليا مني يعني، بتخاف عليا ممكن من حساسيتي الزياده قوي، من ان انا باخد كل حاجه على قلبي قوي، بتاثر قوي ما يعني، متاثر جدا دلوقتي باللي هي قالته بجد بجد يعني. لانه منا بالذات هي اللي هي يعني، احنا دخلنا نفس المنطقه عند بعض يعني، في حاجه كده يعني. انا احنا اتنين امنا اسمهم زينب، فانا بقول يا لو في دايما يا بنت زينب ويا ابن زينب، يعني فينا حاجه بجد كده. تعالي ارمي لي همك كله وانا هرمي لك همي كله، عمرك ما هتبقي احكامك عليا هتطلعي من بره وتقولي ازاي تعمل كده والعكس صحيح. لانه احنا اتنين عارفين قوي يعني ايه نبقى بني ادمين، وفي وسط الكلام اللي هي قالته قالت حاجه بنت لذينة يخرب بيت ذكائك يعني بحبك، اما قالت لك لما حد بيزعله ما بيبقاش قصده زعله فهو اسف، لانه يمكن تكون حصلت مره واحده بينا زعلت منها قوي، زعلت منها قوي قوي قوي. كان ايه اللي حصل؟ وكان حصل ان انا هقول بقى كان حصل ان انا كتبت فيلم وكاتب الفيلم ده ومحدش يعمله غير منا، والفيلم ده مكتوب قدامها يعني مشهد مشهد يعني مكتوب لها ومكتوب قدامها وهي حاضره لحظه بلحظه ورغينا فيه كتير قوي. كان فيلم ايه؟ وهي ما اتعملش. هي حابه الشخصيه جدا جدا، وانا بقيت خلاص بقيت بقى في حاله توحد بين الشخصيه وبين منا عندي. وجينا في ميعاد ان احنا هندخل الفيلم واجلنا بسبب السبب الاولاني هي ما كان لهاش علاقه بيه، السبب الثاني اجلنا كانت هي ليها علاقه بالموضوع، وبعدين التاجيل الثالث كانت هي برضو لانها كان لازم فضلت انها تدخل شغل ثاني قبل ما تدخل الفيلم معايا. فتوجعت قوي لان انا بجد رحت نامي نفسي بصي ده فيلمنا يعني، ده ابننا بجد يعني. فتوجعت قوي قوي قوي، وتوجع انا نفسي ما كنتش اعرف ان انا هتوجع كده من منا. ليه علاقه بالمعزه والغلاوه يعني. انا واصحابي كتير جدا من 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 الممثلين يا ما اعتذروني عن شغلي، عمر ده ما بيبقى مشكله، بالعكس انا بجد بحترم ده وبقدره جدا، لانك لو مش حابب الشخصيه هتضرني لو عملتها. منا اتوجعت من الصحبه يعني، واتوجعت من اكشلي من الصحبه، من زي ما هي بتقول لك كده بنكرياس يعني، انت بتاعتي احنا بتوع بعض. بس للدرجه دي؟ اتوجعت قوي. بس هي كمان طريقه الصلح اللي داخل بيها عليا كده عملت ايه بقى؟ كنا قاعدين في مكان عام كنا بنتغدى انا ومجموعه من الاصدقاء المشتركين يعني، وشيرين عبد الوهاب كلمت مروان صاحبنا اللي كان موجود معانا، انتوا في الحته الفلانيه طب احنا انا جايه لكم ومعايا منا، بس ما تقولش لتامر ان منا معايا، وهي منا عارف ان انا هناك، واللي هو هتصالحني. انا قاعد خلاص فلقيت شيرين جايه، فاللي هو ايه انا فاكر رياكشن وشي جدا اهلا، لقيت وراها منا مش عارف اعمل ايه، عارفه جالي شال الرعاش افرح ازعل يعني وحشاني وعايز اقوم اضربها، وراحت هي مرميه راميه نفسها في حضني كده وقعدت تبوسني في المكان العام ومسكت ايدي يا حبيبتي وبستها، وقعدت تشتم في نفسها جامد جدا جدا جدا، واللي هو بص مش مهم نشتغل مع بعض تاني ابدا، بس انا مش من حقي ان انا ازعلك كده، وانا اسفه وانا اسفه وانا اسفه. بصي في لحظه يعني خلاص نسيت والغلاوه زادت بقى، خلاص بقى يا بنتي احنا يعني ما احنا حاجه واحده، فبحبك يا منى بجد. طيب تعالى بقى نشوف الشهاده التانيه. يلا جدع. حبيب الكل، بيحب الناس، ما يحبش يشوف صحابه زعلانين، بيحب يدافع عن الناس يعني، ما يقدرش يشوف واحد صاحبه في مشكلة أو حد بيتكلم عليه وحش ويسكت. جدع، راجل جدع، راجل بيحب صحابه وصحابه بيحبوه، وزي ما هو بيديلهم عينيه
هما كمان بيطولوا عليها. انا وهو بنتفق على معظم الحاجات، ولو في حاجه هنختلف عليها ما اعتقدش ان انا وهو ممكن نتكلم فيها. على فكره تامر حبيب كممثل اشطر من ممثلين كتير موجودين في الساحه، يعني انا عارفه ان هو مش ممثل وعارفه ان هو مش بيحب يمثل وساعات بيحب يعمل ادوار صغيره، بس هو برايي انا الشخصي ان هو بيعرف يمثل اكتر من ناس كتير قوي عندنا. تامر حبيب اعتقد ان هو كاتب اغاني شاطر جدا، يمكن هو ما جربش الموضوع ده قبل كده، بس اعتقد انه لازم دلوقتي يجرب وياخد الموضوع بجد اكتر شويه. شاطر قوي قوي. ايه رايك بقى في كل الشهادات الحلوه دي؟ يعني بصي مبدئيا يعني انت فاهمه يعني ايه انا بقاعد قدام شيرين رضا بتقول عليا الكلام ده؟ يعني دي امله بجد، لانه انا قبل بقى ما ابقى انا وشيكا صحاب جدا 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 جدا، انا طول الوقت شخص من واحنا اطفال وانا مبهور بهذا الكائن، يعني ما اظنش ان في حد ما بيبهرش بشيرين رضا، رجاله وستات كل الناس بتحبها. واحنا جيل واحد انا وشيكا، فانا ايه طول الوقت البنت بتاعت الاعلانات الحلوه قوي، البنت اللي عملت فوازير حلوه قوي، دايما هي شيء مبهج كده ويفرح. ولو شفتي اعلانها اللي عملته مثلا من زمان جدا جدا واتفرجتي عليها دلوقتي هتلاقيها نفس الشخصيه، يعني لان روحها بجد ما بتكبرش، فهي كمان شكلها ما بيكبرش. وانا وشيكا بقينا اصحاب من غير اي قصديه، يعني عارفه الكيمياء حصلت كده وبقينا بنحب بعض جدا. والحقيقه ان الست دي عندها حته ترمومتر بقى، يعني 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 بتحس بيك على طول. لا وناحيه الحكم على الناس، يعني ممكن انا في الاول مثلا اتخدع بحد معين، اقوم داخل الله ده الصاحب ده لذيذ قوي، او دي الصاحب دي لذيذه قوي، او اقرب والاقي شيكا ايه لا كده مش بالعه الشخصيه مش عايزه. طب هي شيكا عندها حاجه، يا اما تسمح لك فتشوفي اتفى كائن في الدنيا، يا اما تحط لك لوح ازاز بينك وبينها ممنوع الاقتراب او اللمس. فلاقيها حطت اللوح كده مع ناس، بقول لها ليه؟ لا ده لطيف. تقول لي لا في حاجه في حاجه، وما نتكلمش الحاجه ايه، لان هي كمان عمرها ما كانت غلاطه بصراحه. فشويه اكتشف يا بنت اللذين عندك حق، طبعا عندها حق. ابتدي انا ابني بقى لوح كده، بس بعد ما اكون يعني ايه للاسف يعني ايه اتأذيت سنه مثلا من الشخصيه دي. فهي عندها ترمومتر عظيم في الحكم على الناس. في شهاده تانية بقى عايزه اوريها لك. يلا يلا نشوفها. يا جماعه مش معقول كده. موهبه فذه وموهبه مش قليله وموهبه عبقريه، لانه حقيقي، لانه ما بيصطنعش الاحساس. يعني هو يقول لك ربنا ما يحرمني من الاحساس. تامر صاحب صاحبه فبيدافع عنه، يمكن علشان هو بيعرف صاحبه ده عن قرب، فعارف هو يقصد ايه وما يقصدش ايه، شايفه بعيوبه، شايفه بحسناته. ومين فينا ما عندوش عيوب؟ يعني انا بشوفه هو في مجاله في سنه ده بست. تامر بالنسبه لي انا وهو قدر لبعض. انا اول واحده دخلته في حكاية المسلسلات في شربات لوز، وده من أحلى المسلسلات اللي أنا عملتها في حياتي، وكنت بستخسر أن يروح مني كلمة في الأداء، ممكن في مصطلح يروح مني، في كلمة تروح مني، فكنت بستخسر أنها تضيع مني. عايزة ياخد باله من صحته عشان بخاف عليه، عشان هو غالي، علشان هو أصبح عملة نادرة وكلنا عايزينك ومحتاجينك في الصناعة دي. أنا بحبك يا تامر. النجمة الجميلة يسرى ستي وتاج راسي. انت ما بتاخدش بالك من صحتك ولا ايه؟ بصي انا بحب الحياة، يعني انا مدمن حياة، فلسه بصي بنتكلم عن الاكل، انا هاكل لغاية اخر نفس. لو سهر انا لازم اخر واحد يمشي من السهرة. لو سفر انا ممكن افضي شنطة عشان املى شنطة. ايوه طب في تعارض بين الحاجات دي وما بين ان انت تاخد بالك من صحتك؟ ما انت ممكن تسهر وتسافر وتتبسط وتعمل كل حاجة. تسهري كل يوم وتبقي اخر واحدة ماشية، هتلاقي روحك على اليوم الخامس خلاص يعني حواليك. لا مش لازم كل يوم، بس انا بقول لك انا دايما بقول كده، انا اكتر واحد في الدنيا بياخد قرارات ما بينفذهاش. يسرى دي بقى تاخد بالها من ايه الاول؟ تاخد بالها من ايه؟ انت عايزها تاخد بالها من ايه؟ عايزها تاخد بالها برضو من روحها ومن نفسها، وتاخد بالها من انها ما يتحرقش دمها قوي بسبب ناس ما يستاهلوش. يعني لان يسرى دمها حامي، ولما بتزعل زعلها بتاخده لجوه قوي، الزعل بيضايقها وممكن يجيب لها اكتئاب، في حين ان في ناس كتير قوي في الدنيا ده انت تراب جزمتك خساره في انك تفكري فيه،
ف يعني دي انا دايما بقول كده ان يسرى على فكره يسرى هي اول واحده اكتب لها اشتغل مسلسلات اكتب لها مسلسل كان خاص جدا قبل شربات فلوس. واول واحده لما كتبت اغنيه لقيتها بتغني في الاغنيه فقلت لها بيخرب بيت جمال وشك عليا يعني وديكي شفتي وشها عمل ايه الحمد لله في الاغنيه كلها. ما هي كمان قالت انتوا قدر لبعض. ده حقيقي اتبسطت لما لقيت ان احنا مصورين معاهم. شوف انا منتشي ازاي يعني. لا اتبسطت كمان باللي بيقولوه يعني لان دول ناس بحبهم قوي 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 الحمد لله. طيب في صوره بقى عايزاك تبص عليها. طيب يلا. يا سلام. انت عارفه اني كنت لسه بفكر في كده بس انا عارف يعني ايه بقى يعني. بصي كنت بقى كنت هتقول لي ايه كنت لسه بفكر الله طب فين منى وحلمي يعني بس انا عارف من الاول ان في ظروف منعاهم ان هم كانوا يصوروا يعني لانه كده يبقى اكتمل العدد تقريبا يعني. لسه صداقتكم زي ما هي ما تاثرتش؟ لا لا لا. ليه طالع اشاعات كتير ان انتوا صداقتكم ما بقتش زي الاول؟ علشان احنا صدفه انه 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 انا ومنى تحديدا اشتغلنا كذا حاجه ورا بعض فكان طبيعي ان الشغل بياخد وقت كبير قوي من وقتك فاحنا كمان في الشغل مع بعض يعني احنا دخلنا انا ومونة دخلنا عن العشق والهوى وبعدين السندريلا وبعدين تيمور وشفيقه في ديل بعض فقعدنا بتاع سنه ونص او سنه وشويه احنا كل يوم بنتقابل على مستوى الشغل وعلى مستوى في الحياه الشخصيه بقى كمان نخرج بقى حلمي بعد كده لو هنخرج لو هنسافر بنسافر سوا لو بتاع اللي حصل دلوقتي انه اولا الشغل بعدنا شويه لان بقالنا كتير ما اشتغلناش مع بعض وحشني جدا ان انا اشتغل مع منى ومع حلمي طبعا. والحاجه الثانيه ان هم ظروف كتير مش حلوه الحمد لله عدوا يعني عدوا منها ويا رب اللي جاي يبقى احلى واحلى واحلى الف مره. وفكره بقى الامومه والابوه دلوقتي منى خلاص بقت ام العيال ما شاء الله وبتاع فالدنيا بتلهي بس لكن مستحيل غلاوه منى وحلمي عندي ما هتقل ذره وانا متاكد ان كمان غلاوتي عندهم عمرها ما هتحل ما هتقل ذره. تامر حبيب ممكن يتسامح مع الخيانه؟ يعني بصي ده لازم اللي قدامي يبقى قدم 150 قربان لانه خاني يعني اظن ان انا ممكن اسامح مع اي حاجه في الدنيا بس الخيانه دي مؤلمه يعني مؤلمه جدا ولازم هتاخد مني وقت يعني انا مش هقدر اغفر بسرعه قوي ان حد لا خلني ممكن تاخد ممكن بعد شويه يعني الاقي بقى بعد شويه بعد ما التعويره اللي انت الخيانه دي هتعورني قوي لما التعويره تخف قوي يبقى اللي عورني وحشني فجايز لو هو كمان ندم يعني. طيب تعال نشوف الخبر الجاي. ده خبر المصري اليوم. لماذا يحببنا تامر حبيب في الخائنات؟ هل يبرر خيانة إنسانة يحبها؟ تعليقك إيه؟ قريت الخبر ده قبل كده ولا لا؟ لا أول مرة لا. طب مين الخائنات اللي أنا حببت الناس فيهم؟ يعني في المسلسلات في الأفلام. أنا فاهم أنا قصدي كده يعني عمال أفتكر بس مين يعني صار لي كانت جيهان فاضل على وشك الخيانة بس يعني هي ما وصلتش الخيانة لغاية الآخر وهي في أحمد السقا مثلا عن العشق والهوى. لا الخائنات مش الخائنين يعني ممكن نجمع نقول العلاقة اللي بتبقى فيها كده ما احمد السقا خان مع واحدة ست. ايوه ما انا فاهم بس قصدي انه انا يعني ايه انا بتفرج على الصورة من بره هو يعني لو ما كانش حبهم ما كانش شاف البني ادم اللي عندهم هو بس انا طول الوقت بقول لك تعالوا مش انا لسه بقول لك حتى الاشرار حتى السلبيين حتى المذنبين اكيد في سبب خليهم وصلوا ان هم يعملوا كده وعندهم مبرراتهم الانسانيه ف ما عنديش انا شخصيه حد يعني اللي هي الخاينه ام جبروت اللي خليت الناس تحبها. انت قلت مره بسبب الاحباط انك فكرت في الانتحار. الإحساس ده ممكن يجي لك تاني؟ أكيد لأ إن شاء الله لأ لأنه الإحباط ده واللي وصلني لدرجة الانتحار ده هو السبب في أن أنا بقيت شخص أسعد وأقوى وخدت أهم قرارات في حياتي بعدها فبتهيألي أن ده كان سبب بس يصلب طولي لكن لما فكرت في توابعه ودخلت جوه يعني كده غوطت يعني وحسيت قد ايه توابعه مقبضه ليا وللي حواليا انا بقول لك انا بحب الحياه جدا فانا مش هبقى موجود فيها وهاذي هوجع الحمد لله ناس كتير قوي بتحبني سواء اهلي او صحابي فعمري ما هعمل كده لا فيا ولا فيهم. ايه السبب اللي ممكن كم الاحباط ده اللي جواك اللي يخليك تفكر في حاجه زي كده؟ بصي هي كانت مجموعه حاجات مركبه. اولا كنت باخد دواء للجيم
خلاص، والدواء ده كان بيجيب اكتئاب، بيعمل اكتئاب وبيسرع ضربات القلب وبتاعه، وبيخلي الواحد تنس جدا وبينامش واعصابه تعبانه. اتنين، كنت بقالي 3 سنين او يعني عمري كله بشتغل بعمل حاجات انا مش عايز اعملها، بشتغل دخلت كليه ما بحبهاش، واشتغلت مهنه ما بحبهاش، واللي انا بحبه مش عارف اطوله. يعني انا عايز ابقى ليه حاجات متحبه، لاني حاولت اعمل، حاولت اول ما اخلص ثانويه عامه ادخل معهد السينما وادرس السينما، ما عرفتش، ما جبتش واسطه، فبالتالي ما قبلونيش، ما جبتش واسطه وقتها، ولما دخلت ما جبتش واسطه برضو، كان اصراري ان انا مش هجيب واسطه، لان انا كويس، انا مش عايز يعني مش عايز اخد فرصه حد يعني. فما قبلتش اول مره، وكعاده كل الاهالي ابويا قال طب خساره المجموعه، فادخل ادرس سيجاره. فقعدت 5 سنين، لاني 6 سنة في الكليه، قعدت 5 سنين في كليه ما بحبهاش، وبعدين خرجت اشتغلت مهنه ما بحبهاش اللي هي محاسب، وبعدين ومش طايل التانيه حبيبتي اللي بحبها دي اللي هي السينما. وبعدين في نفس التوقيت كان عندي صحابي، 2 صحابي اللي هم حياتي كلها معاهم من ثانويه، من حضانه لغايه حتى ثانويه جامعه كمان ما خلصنا، الاثنين بالصدفه، ده سافر اشتغل في بلد ودي سافرت اشتغلت في بلد، بقيت لوحدك. فبقيت لوحدي، فكل الحاجات دي على بعضها، واحساس ان انا هو انا مش هبقى سعيد تاني ولا ايه يعني، في الحاجات الحلوه عماله تروح حاجه ورا بعضها كده. ففي لحظه معينه بالمقام الاول هو تاثير الدواء ده، هي اللحظه اللي فكرت فيها ان انا اعمل كده، والحقيقه انا مش فكرت، وانا شرعت في التنفيذ كمان فعلا. عملت ايه طيب؟ يعني في لحظه كده، طب انا هنط من الشباك دلوقتي حالا. والحقيقه اللي منعني ان امي كانت نايمه في الاوضه اللي جنبي، فالحمد لله يعني، لان مستحيل اعمل في ستي دي كده. انت كان سنك قد ايه تاني؟ كنت حلو كده، كنت 26 سنة، لان انا ده سعيد تاني يوم انا قدمت في معهد السينما وقبلت. كنت كبير. طيب نكمل كلامنا بعد الفاصل. يلا استنونا بعد الفاصل. رجعنا مرة تانية ولسه مكملين مع السيناريست تامر حبيب. تامر، في بروفايل عايزة أوريهولك الأول وبعد كده نبدأ كلامنا. أوكي. يلا تفضل. تامر حبيب 3 صنايع، لكن البخت مش ضايع. هو سيناريست في المقام الأول، لكنه ممثل أحياناً ومقدم برامج في أحيان أخرى. أنا تامر حبيب، وده الملعب اللي هنتقابل فيه كل مرة، لأن إحنا هنتقابل كل مرة بس عشان نلعب. ومؤخراً بقى كاتب أغاني كمان، يعني مش عاتق. عشقك ده فيه يتقال نوال. تامر حبيب معجون بحب الفن والحياة، ساب المحاسبة عشان يروح معهد السينما، وفعلا كان اختيار في منتهى الذكاء. فموهبة زي موهبة تامر ما كانش ينفع تندفن ورا الملفات وتغرق في الأرقام والحسابات. هو ثنائية مش متكررة كتير لإنسان بيحب الفن، والفن كمان بيحبه. تامر داق طعم النجاح مبكرا، يعني أول سيناريو أنتج ليه هو فيلم سهر الليالي، كسر الدنيا بمعنى الحرفي. ممكن نقول إنه غير ذوق الجمهور الحديث اللي كان متعود على سينما عادل إمام ونادية الجندي، يا إما سينما المضحكين الجدد. سهر الليالي كان بداية حقيقية، لأن يبقى في شكل تاني للسينما غير اللي كان سايد مع أوائل القرن الجديد. الناس بتقول إن تامر حبيب هو أفضل من يعبر في أفلامه عن الطبقة الوسطى والطبقة الأعلى كمان. هو بيعرف يرسم شخصيات من داخل مجتمعات الطبقة العليا، ويرصد بذكاء وحرفية عالية صراعاتها. بعد سهر الليالي توالت نجاحات تامر زي حب البنات، اللي تحول جنب سهر الليالي لواحد من كلاسيكيات السينما المصرية الحديثة. وانا ارفع قضية وميراتي اخده دلوقتي حالا من غير قضيات. ندى، احنا نروح البنك وكل واحدة تاخد فلوسها. بي فير اند رياليستك بليز. انا مش قادرة افكر، هو ليه عمل كده ليه؟ وبعده تيمور وشفيقة، والفيلم الاخير ده رغم نجاحه التجاري الا ان في ناس كتير من المحسوبين على حقوق المرأة هجموه كتير. مش معنى ان انا ست الوزارة ان انا هقعد لك في البيت يعني. انا الراجل وانا اللي اقرر يا شفيقة. يعني ايه يا تيمور انت راجل مش عارف. تامر طرق باب المسلسلات رغم نجاحاته في السينما، يمكن عشان السينما بعافية شوية مؤخرا. شفناه مع يسرى في مسلسلين ربما مش من أنجح مسلسلاتها، خاصة نكذب لو قلنا ما بنحبش، بس فيهم برضو نكهة تامر حبيب المميزة. بحبك. كون تامر مؤخرا مع المخرج محمد شاكر خضير ثنائي فني، بدأوه في طريقي واستمروا مع جراند أوتيل اللي حقق نجاح كبير، وكانت محطتهم الثالثة مع مسلسل لتطفئ الشمس، وهو مسلسل كتير من المشاهدين علقوا عليه أمال كبرى، بس البعض قال إنه خيب الأمال، والنقاد هجموا المسلسل بشدة. عموما لكل جواد كبوة، مسلسل لتطفئ الشمس رغم الإهانات ما هوش كبوة بمعنى كبوة،
فتامر حبيب مهما انتقدوه قادر على صناعة عمل متماسك الناس تتكلم عنه ما بين محب وكاره. تامر حبيب هو حبيب كتير من الفنانين في الوسط الفني، حمل لواء الدفاع عنهم في أماكن كتيرة، يعني ممكن نعتبره الأخ الروحي والمستشار الفني للعديد من الممثلين والممثلات. رأيك إيه في البروفايل؟ يعني مبسوط، يعني حسيت أنا بقى عندي مشوار. لا طبعاً. مش مفكر في كده. مبسوط جداً الحمد لله جداً. في شهادة عايزك تشوفها. طيب. يلا. للأسف الشديد نقدر نقول أن تامر حبيب لم يحسن استغلال أو اقتباس رواية لا تطفئ الشمس على مستويات كتير. نقدر نقول أن احنا لو غيرنا اسم لا تطفئ الشمس وحطينا عليه أي اسم تاني هيظل المسلسل كما هو بعيدا عن الرواية. إحسان عبد القدوس قدم لا تطفئ الشمس في حالة اجتماعية معينة للمجتمع المصري. لما تاخدي نفس التيمة عشان تلعبي عليها على نفس مستوى اتقدم قبل كده بخمسين سنة في حاجة غلط، وعشان كده المسلسل ما لقاش الصدى المطلوب. أكتر من في الشمس هو تامر حبيب. ردك إيه بقى؟ من حقهم، يعني محترم جدا آرائهم. رأي مدام مجدة أنا عارفه، يعني أنا أول مرة أسمع آراء رامي وأستاذ نادر عادلي، بس رأي مدام مجدة أنا عارفه مثلا من رابع خامس يوم رمضان، موضوع إن أنا الشمس ده. بس الحقيقة إنه أنا بس يعني هقول جزئية صغيرة تخص كلام أستاذ نادر، إنه جماهيريا الناس عندها رأي تاني، يعني الحمد لله أنا شايف لغاية امبارح كنت لسه باخد جايزة عن المسلسل، وفي ناس ارتبطت بالمسلسل ارتباط عاطفي شديد جدا وحبوه جدا. بتقيسها إزاي إن الناس حبوا المسلسل؟ قبليهم انت ماشيه في الشارع، وفي درجه كده من 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 تعبيرهم عن حبهم ليها علاقه بان الموضوع بيبقى لامسهم بشكل شخصي. يعني انا في ام قابلتها قالت لي انا مدمنه احسان عبد القدوس، ما فيش حرف كتبه ما قريتهوش، ست اكبر مني يمكن بشويه يعني، قالت لي بس بعد ده كله ولما عرفت انك هتعمل لا تطفئ الشمس بقيت متضايقه، اللي هو يعني ايه تيجي جميله تعمل فاتن حمامه، ويعني ايه يجي احمد مالك يعمل احمد رمزي، وهكذا يعني بالنسبه لكل الممثلين. انت دايما بينك وبين مدام ماجده مصانع الحداد. لا هي دي تاني مره الحقيقه، بالعكس يعني مدام ماجده كانت تيمور وشفيقه اول مره وتاني مره دلوقتي، وقالت الجمله اللي انت سمعتها لما كده. سمعتها حسيت بايه الجمله دي؟ لا انا حسيت بس بشويه تناقض، انه في الاخر حضرتك متكلمه ان انا شوهت وكنت يعني الحقيقه يعني ايه يعني اتهم مثلا بان انا يعني قليل الادب وابحت بالزياده عن شخص، وده بالنسبه لي كوميدي في حد ذاته، لان يعني احسان عبد القدوس هو نموذج الجرأة الشديده في زمنه، واللي كان بيتكلم عن ادق دقائق علاقه المراه والرجل، وان البنات العائلات كانوا بيقروا رواياته في السر من وراء اهاليهم عشان كانت عيب، فبقيت انا اللي شوهت كل هذه الرقه. فلو انا شوهت قوي، طب بكل الاحترام والله والتقدير، انا وجعت ودني لا الشمس وكده يعني لكن مفيش موقف شخصي. لا 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 خالص، بالعكس، ده احنا اصدقاء على الفيسبوك، احيانا كثيره جدا اراء انا بكتبها هي بتعمل لي عليها لايكات والعكس صحيح، هي كانت من اشد المحبين والمعجبين لطريقي وجراند اوتيل، فلا بالعكس خالص، هو ذوق ناحيه مسلسل. يعني انت راضي عن العمل؟ الحمد لله جدا، اتمنى راضي بنسبه معينه، كان ينفع يبقى احلى انا موافق، بس اللي عملناه ده احنا قاصدينه. نشوف الفيديو الجاي. أواخر أيام تصوير لا تطفئ الشمس. ليه؟ كانت في مشاكل كتير قوي 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 أفقدت لي أعصابي فعلا يعني. زي إيه؟ لا مشاكل ليها علاقة بال لا مشاكل بتاعت كل سنة، بس كانت زيادة السنة دي. مشاكل في الورق ما جهزتش، أو لو جهز مش عاجبنا. أنا بعترف إن في مشاكل في المسلسل، بس أنا مش محدش شافها أصلاً غيري تقريباً. إيه المشاكل؟ مشاكل في الرواية، مشاكل في الكتابة تقصد؟ لا مش أقصد بالكتابة، مش الكتابة تحديداً برضو. بصي مشاكل، في احنا كنا ناويين نعمل يعني كانوا ناويين يمشوا لفين في الورق، ناويين يكملوا ايه في الكتابه، بس مش قصدي في الكتابه في تعديلاتها، مش الكتابه بس، مش قصدي مش بشيل الهم لتامر حبيب، لا خالص خالص، ان هو عمل اللي عليه وشاكر عمل اللي عليه، بس كان في عدم توافق في وجهات النظر بيننا كلنا، مش بينهم هم الاثنين بس، بيننا كلنا.
انا كنت فاهم حاجه وتامر كان فاهم حاجه وشاكر كان فاهم حاجه، فما كانش فيه تفاهم زي اللي كان حاصل قبل كده. ايه اللي كان محمد ممدوح شايفه واللي انت كنت شايفه وعمل خلافات ما بينكم بقى كل واحد شايف حاجه ثانيه؟ انا كنت مستني الفيديو ده من ساعه ما جيت، عارف انه هيشتغل. عرضته لك. اه وهقول لك بصراحه شديده. فضل. الجمله الاولانيه اللي قالها محمد ممدوح فكره ان مشاكل في الورق ما كانش بيبقى جاهز وما بيعجبناش ونغيره حاجه كده، دي بعد ما بيجهز اول واحده ضايقتني جدا، وانا كان بقالي كتير قوي ما شفتش سايسون وحشني فقاعد بتفرج عليه، وده كان مثلا في رابع دقيقه في الحلقه، فاللي هو ايه ده بصراحه استثقلت جمله ما عجبناش بنغيره يعني حاجه كده، ورحت بعت له فويس نوت في ساعتها قلت له بص انت كنت وحشني جدا جدا بس ليه قلت لك يعني وجعتني. وبعدين على مدى الحلقه بعد كده هو اتكلم بشكل ايجابي جدا عن علاقته بالمسلسل، وبرضه دافع عند مدام ماجده قالت موضوع ده وهو رد عليها برضه وبتاع، فهو اتكلم بشكل عام كويس قوي. وشفته بعدها بيومين وهو رد عليا في ساعتها، انا ما قصدتش، هو انا خاني التعبير وانا ما اعرفش ايه، ولما قلت له خلاص انا انت وحشني اهم من كل اللي انت قلته. ولما خانوا التعبير ولا رايه؟ الحقيقه ان كان في من ده بيحصل فعلا. اولا انا ابتديت انه كتابه مسلسل متاخر جدا، فكره ان انا العب لعبه ان انا اعمله مودرن تايم غير وقته، وان انا اخلط شخصيات من روايات تانية كانت بالنسبه لي عمليه عايزه دقه وعايزه ان انت تاخدي وقتك في الكتابه. حقيقي ان انا ومحمد شاكر اقل مره قعدنا اتناقشنا فيها عشان زنقه الوقت، فكان هو بياخد يقرا وبعدين يقول لي طب انا المشهد الفلاني مش عاجبني، فعادة ده بيحصل بينا طول الوقت، بس ناخد وندي عشان نوصل لراي وسط. هو احيانا كان بيقوم رامي مشاهد لانه ما نلحقش نعدلها، وبعدين جينا في نص المسلسل وصلنا لاتفاقين كده، يعني كنا بين رايين، راي عند شاكر ان انا اعمل حاجه معينه، وانا كان عندي راي اعمل حاجه ثانيه. عجبني راي شاكر وقررت ان انا اتبناه، بس كان على اساسه انا هرمي 6 حلقات اتكتبوا احنا في عرض الثانيه مزنوقين في الوقت، اكتبهم من اول وجديد. مع التراكم حصل اللي تايسون بيقول عليه ده بالظبط، انه هو تايسون من ناحيه وشاكر من ناحيه، هم كانوا لانهم بيشوفوا بعض اكتر مني، انا محبوس قاعد بكتب وهم بيتكلموا عن الشخصيه، ففكروا ان الشخصيه هتروح في اتجاه معين، انا كنت رايح في اتجاه مختلف. ولما قعدنا اتكلمنا فيه عجبني الاتجاه اللي هم قالوه، بس بصراحه شديده ما عرفتش اعمل، لان كان مسيطر عليا اللي انا عايز اعمله، والوقت كان ضيق جدا فما كنتش قادر اهضمها. وده اللي لسه الحمد لله قبل ما تايسون يتكلم بقول لك انا كان طموحي يبقى احسن، مش راضي عنه بنسبه 100% بس راضي عنه. فده طب حقيقي. نقدر نقول في مشكله في طريقه انتاج المسلسلات المصريه بتخليكم دايما كلكم تحت ضغط؟ فكره ال 30 حلقه ورمضان والوقت بيجري وبتبداوا متاخرين وبسرعه عشان انتاجيا ما يخسروش فلوس، ده بيضغط عليكم نفسيا وبيأثر على العمل؟ انا وصلت لمرحله في لا تطفئ الشمس ان انا ليترلي يوم مثلا 28 رمضان انا بكتب نص الحلقه الاخراني التعديل الرابع او الخامس، والممثلين كلهم محبوسين في اوتيل واحد ما حدش فيهم عارف هيشتغل ايه، وبدي محمد شاكر يقرا طب قشطه اوكي يلا نعمل او ما نعملش، وكلنا في حاله انهيار عصبي عايشين على ما يسمى بالباور نابس اللي هي شحنه نوم ما بننامش، احنا نص ساعه بتشحن بيها نفسك عشان تعيشي 5-6 ساعات كمان، فكانت الامور واصله لكده، فطبيعي جدا ان يبقى النتيجه فيها حاجه مش طبيعيه. ده ليه علاقه بقى بالسيستم كله على بعضه، لانه مبدئيا هو القنوات بتقرر تشتري اني مسلسلات في وقت متاخر جدا. فده اللي بيحرك العجله بشكل رئيسي، يعني ممكن ابقى انا متكلم مع المنتج بشكل مبدئي، والمنتج متكلم مع الابطال بشكل مبدئي، ومع المخرج بشكل مبدئي، بس العجله مش هتدور غير لما القناه ابروف ان احنا هنشتغل عشان يدفعوا فلوس عشان كلنا نتحرك، فده بيحصل متاخر جدا. وبناء عليه كلنا بنتاخر. انا المسلسل الوحيد اللي كتبته 30 حلقه وبعدين دخلنا صورناه كان خاص جدا، اول مسلسل خالص كان فيه درجه الرفاهيه دي، والحقيقه ده كان استاذ جمال العدل يعني الله يمسيه بالخير قال لي بص خد 5 سنين، لان كنت خايف من المسلسلات جدا، فاداني براح كتبت فيه المسلسل وبعدين دخلنا صورناه. لكن غير كده انا دايما بصور وبكمل كتابه واحنا بنصور، فطبعا بيبقى في بتفكر الفتره الجايه ان انت تكتب بره موسم رمضان؟ انا الحقيقه ان حرب الاعصاب اللي حصلت والرغبه في ان احنا كنا نبقى افضل من كده واللي ما عرفناش نحققها لاسباب كثيره انا نفسي منهم يعني، خلاني خدت قرار لا انا مش هشتغل مسلسل رمضان اللي جاي شويه، عايز كده اشحن واهدى. والسينما وحشتني لان انا كمان المسلسلات مخلياني مش لاحق اكتب افلام،
انا بطيء في الكتابه وانا لازم اعترف ان انا لعبي وبحب الخروج والحياه والدنيا اكتر بكتير من الشغل، فايه ده بياخد مني وقت. خدت كده بريك كده، والافلام وحشتني والسينما وحشتني، وعايز اكتب حاجه لمزاج بمزاج يعني. طب تعالى بقى اوري لك شهاده ليها علاقه بالسينما. يلا يلا بينا. تامر حبيب وغيره افلاسه من السينما في اتجهوا للتلفزيون. رد حضرتك ايه بقى؟ ما هو انا رديت دلوقتي حالا، ما والله العظيم حضرتك فتشني لسه ما افلستش. لا ما يعني مش حكايه افلاس، بالعكس عندي كم افكار عايز اشتغل عليها ومشاريع سينمائيه افلام عايز اعملها. الحمد لله يعني عندي كراسه فيها افكار كثيره عايز اعملها، فلسه ما فلستش، انا شايلهم في الخزنه بس اللي هي الكراسه دي. طيب في شهاده ثانيه وريها لحضرتك. يلا بص، مستوى كتابه المسلسلات عشان نريح نفسنا وما نضحكش على الناس اللي بيتفرجوا علينا، هاتولي مسلسل اتعرض من سنتين او ثلاثه والمتفرج فاكره. ده اعمال استهلاكيه تماما. انا لو النهارده هتكلم عن تامر حبيب هتكلم عن السينما اللي قدمها تامر حبيب، عن المسلسلات اللي عملها هو او غيره لا، دي في حيز النسيان. تعليقك ايه بقى؟ ذات، سجن النساء، هذا المساء، جراند اوتيل، طريقي، دي كلها مسلسلات في ذاكرتي وفاكرها وبحبها في السنتين ثلاثة الأخر. فالحقيقة لا، في بالعكس، ده أنا شايف تامر محسن قبل حتى هذا المساء في تحت السيطرة. لا، في مسلسلات بالعكس. طب ردك على إن المسلسلات التلفزيونية استهلاكية، أعمال استهلاكية. موافق على كده، ويمكن كنت بقول لك كده قد بره الهوا بشوية، إنه فكرة إنه فيها كده شوية إنه هتفضل السينما ليها طبعًا هي عزيزة أكتر وبتعيش للتاريخ أكتر، بس ده ما يمنعش إن في مسلسلات مهمة قوي اتعملت في آخر سنتين ثلاثة. خالص يعني بالعكس، وده على فكره زي كنا لسه برضو بنقول بره الهوا، انه على مستوى العالم كله بقى في مخرجين ونجوم بيعملوا مسلسلات بتتعرض على قنوات معينه او في شركات معينه بتعملها لا تقل اهميه عن الافلام. فده كمان وانا بكل التحيز للسينما، انا شايف لما صناع السينما جم يعملوا مسلسلات هم نقلوا النفس ده يعني للمسلسلات. طب نشوف الشهاده الجايه. النصيحة اللي ممكن أوجهها لتامر حبيب إنه يتوقف عن العمل على فورمات المسلسلات الأجنبية، لأن دي فيها قدر كبير من افتقاد الأصالة. تامر عنده أفكار جيدة، عنده زخم في التجارب الحياتية، من الممكن أن يصنع منه العديد من الموضوعات سواء السينمائية أو التلفزيونية، لكن إصراره في الفترة الأخيرة على أنه يعمل من خلال فورمات أجنبية ده بياخد كتير من موهبته وبيستهلك طاقته على مستويات كتير وبيحرمه من إفراز مخزون كبير من الشخصيات والموضوعات اللي أنا متأكد أنها موجودة جواه. تعليقك إيه؟ أنا عملت في المسلسلات اللي عملها عن اللي عملتها عن فورمات هم اتنين، طريقي وجراند أوتيل. من حيث النجاح الجماهيري فهم تقريبا يعتبروا أكتر مسلسلين نجحوا ليا الحمد لله، يعني أضيف إليهم شربات لوز دول أكتر ثلاث مسلسلات. بس أنا ممكن أقول لك هو بيتكلم على الأصالة مش على النجاح الجماهيري. أنا مبدئيا جماهيريا من حيث الأصالة، إحنا لو ما كناش قلنا إن طريقي تحديدا ده هو متاخد عن فورمات ما حد والناس يعني ما حدش عارف ولا حد كان هياخد باله، لانه انا كان اساسي عندي جدا وانا بشتغل على المسلسلين الجزء الاكبر ان انا احول الفورمات الاسباني او الكولومبي ان هم يبقوا مصريين من عندنا جدا، والحمد لله ده اتقال بشهاده ناس كثيره قوي. كمان اضيف الى ذلك نوستالجيا، يعني فكره في طريقي المنتزه والكباين وبنات الطبقه دول وفكره علاقات الناس ببعض، يعني الحمد لله ناس كتيره جدا، ومدرسه الراهبات اللي كان فيها البنات مش عارف عاملين ازاي في وقت من الاوقات. انا بقابل كم ناس في الشارع بيقولوا ده احنا وايامنا، ناس مش صغيرين في السن. ده معناه ان ده مجتمعنا وده دي علاقه بالاصاله بشكل ما. نفس حكايه في جراند اوتيل، انا جراند اوتيل يعني ايه في مجتمعات معينه كده كنت بتعامل ان انا يعني ايه فتحت عكه، فاهمه يعني هو اكتر يعني انا اكثر تحيزا لطريقي، بس هو جراند اوتيل حقق نجاح جماهيري اكتر. بس كمان من حيث الاصاله هم فكره الشكل المجتمع ده، هاتي اي فيلم معمول في الخمسينات او في اواخر الاربعينات هتلاقي شكل المجتمعات دي هو الفورمات بتبقى استسهال. هقول لك حاجه وحياه ربنا والناس بتعتبرني بقولها يعني كده بصيع يعني، بس انا بحس ان الفورمات اصعب من ان انا اكتب حدوته بتاعتي انا بشكل شخصي، لان انا شخصيتي هبقى خالقها من الاول خالص من يعني من بجذورها من عندي من مجتمعنا. انا باخد في الفورمات شخصيات تانية خالص
وبلوي دراع حاجه او بغير حاجات كثيره قوي وبهد علاقات وببني علاقات وبزود شخصيات علشان تخلي ده بيحصل جوه مجتمعنا. فانا بحس وكمان حدوته موجوده انت بتلتزمي بالاوتلاينز بتاعها طالما حبيتيها يعني. فبالتالي لا انا بشوف انه اصعب من انه لو الموضوع فروم سكراتش كده طالع منك انت غير لما يبقى واخده حاجه وبتمصريها وبتعمليها بتاعتها. طيب نشوف الشهاده الجايه. يلا نقدر نقول ان جراند اوتيل بينتمي الى ميلو دراما عتيقه سواء على مستوى الموضوع او على مستوى الاحداث والشخصيات، ودي يمكن اكتر عنصر سلبي في جراند اوتيل رغم الصوره والشكل الاخراجي والبصري اللي خرج بيه المسلسل. جراند اوتيل هو عمل ميلودرامي تقليدي اولد فاشن، يعني موضه قديمه، يعني من الحاجات الميلودراما اللي كان يعني في بدايات السينما والتلفزيون. لكن اللي بيديله روح الجده يعني او التجديد هو اعتماده على اللغه البصريه الحديثه. صحيح المسلسل متاخد عن مسلسل مكسيكي، لكن مين قال ان المكسيكيين او ان المسلسلات المكسيكي هي مسلسلات متقدمة أو تقدمية؟ هي مسلسلات ميلودرامية رجعية تقليدية زي معظم المسلسلات اللي بتعملها تلفزيونات في كل حتة في العالم. تعليق صحيح، بس هو الفورمات اسباني مش مكسيكي. انا بالعكس هو كان في قصدي انه يبقى ميلودرامية قديمة بتاعه الوقت ده، الخير فيها خير قوي والشر فيها شر قوي والصراع فيها بقولك شبه ثقافتنا احنا من حاجات كنا بنشوفها زمان. فده حقيقي جدا ومقصود جدا. الا تعتبر ده عيب؟ لا، يعني انا عايز العب في كل حته، يعني من رايي من حق النقاد ان هم يحللوا ويتكلموا كل حاجه، بس انا عايز العب في كل حاجه، يعني عايز العب في كل، اعمل حاجه جديده خالص، حاجه قديمه جدا، حاجه شبه حاجات شفتها انا، يعني ليه احد نفسي باي حاجه في الدنيا؟ انا مش فكره ان انا يعني مثلا عشان يبقى عندي مسلسل ولا بتاع، انا حبيت الفورماتس دول وحبيت العب فيه، وانا اول مره اقرر العب فورماتس لما اتعرض عليا طريق، لان كنت عايز اعمل حاجه فيها غنى ومزيكا وبتاع معرفش ايه وحدوته صعود مش تقليديه، فليه لا؟ فرح تلعب كده. نفس الحكايه في جراند اوتيل، انه انا عمري ما لعبت في منطقه السسبنس والجريمه وبتاع معرفش ايه، اي نعم لما جيت اشتغل رحت اكتر ناحيه المشاعر برضو، وده اللي يمكن مش موجود عندهم واللي ادى خصوصيه للمسلسل عندنا. بس يفضل انا فخور جدا بان التجربتين صحاب الفورمات الاساسي سواء في طريقي او في جراند اوتيل، شايفين ان اهم ادابتيشن اتعمل لفورمات بتاعهم ده اتعمل في 40 دوله وده اتعمل في 77 دوله هم اللي اتعملوا عندنا هنا. طب تعالى نشوف الشهاده الجايه. الحقيقة أنا شايف إن ورشة الكتابة اللي بيشرف عليها تامر إنتاجها ليس بالقوة المتوقعة من كاتب حرفي وصنايعي شاطر زي تامر، خصوصاً إنه بيعتمد على فورمات أجنبية، وده بيخلي نسبة الإبداع أقل ونسبة الأصالة والتزاجة في العمل المقدم أقل. فكرة الورشة حقيقي يعني أضعفت كثيراً من شكل المسلسلات في مصر. تامر حبيب عنده ورشة كتابة زي وزي كتير من كتاب السيناريو في مصر دلوقتي اللي بيعتمدوا على مسألة الورش، لكن بشكل عام أقدر أقول إن كل إنتاج أو معظم إنتاج ورش الكتابة في مصر هو نتاج يعني هزيل، ولا يرتقي إلى نتاج أي ورشة للكتابة على المستوى العالمي. تعليقك ايه على الكلام؟ تعليق ان اتنين من اللي كانوا بيشتغلوا معايا في ورشه جراند اوتيل وواحده منهم يعني سماء كان بيشتغل معايا كمان في طريقي، كتبوا السنه اللي فاتت مسلسل ناس كتير شايفه كانت شايفه هو عن فورمات برضو كل حاجه، بس هو كان من انجح المسلسلات اللي اتعرضت السنه اللي فاتت، اسمه حلاوه الدنيا. فالحمد لله هم حققوا نجاح. الحكم عليهم ما ينفعش يبقى من اول عمل اللي هو حقق نجاح كويس قوي يعني بس ما ينفعش من اول عمل، دي ناس برضو لسه، وانا نفسي ما عنديش ميكانيزمات، انا الورشه دي قعدت عملتها بالبلدي كده يعني ما خدتش الشكل التقليدي للورشه، انا دول ناس بنقعد نتكلم ونبرين ستون بنفكر مع بعض
وبعدين بنقعد كل واحد بيكتب حلقه وبعدين يجيبوها لي واقعد انا ممكن عايز صياغه حلقه كامله او ان انا اعدل حاجات في حلقه حسب بقى نتيجه كل حلقه فيهم ايه. ليه اسمك اتحط على المسلسل برغم ان انت ما كتبتوش؟ حلاوه الدنيا طبعا كتب عليه اشراف على السيناريو، لان كانت النيه من الاول ان انا هبقى مشرف على السيناريو وهم يشتغلوا وانا هقول ملاحظاتي، وممكن اكون عملت كده في اول 3 4 حلقات. دخلت انا مع جنت لا تطفئ الشمس دي، ما كانش عندك وقت، وهم كانوا معايا هم كمان كانوا ورثتي في لا تطفئ الشمس، فما كانش في وقت، كانوا بيبعتوا لي بقى ايه 5-6 حلقات كده اقراهم، ممكن مثلا اقول لهم طب ما تعملوا كذا، يعني ده لا يكن ده مسموش اشراف خالص يعني، بس هم بشكل ادبي وشياكه منهم يعني، سواء من قبل الانتاج او من قبل البنتين المؤلفين، هم اختاروا ان انا يكتبوني يعني، كنت فرحان جدا بكده، بس الحقيقه ده مجهودهم هم الشخصي اللي هو بجد انا متشرف بيه جدا. تعال نشوف الشهاده الجايه. تيمور وشفيقه استنساخ لفيلم قديم اسمه مراتي مدير عام. فاطين عبد الوهاب سنه 66 بيقول لمصر كلها يا جماعه المراه لو ما لعبتش دور حقيقي في هذا المجتمع يبقى هذا المجتمع لا يمكن ان يتطور في لحظه من اللحظات. تيمور وشفيقه ده فيلم لطيف لما تشوفيه في بسمه وفي اكشن لكن النتيجه الاخيره اللي بتحصل في اخر 5 دقائق هي دي بقى المشكله اللي موجوده عندنا، انه قال ان الوزيره لابد ان تستقيل عشان تتجاوز من هذا الضبط، يعني فهماني ان الوضع مختل. طب ايه اللي خلى سيناريست بعد ما كان فيه من 40 سنه بنطالب تطور المجتمع وان المراه تلعب دور يحصل العكس؟ المجتمع ضغط عليه وخلى البطل لانه هو صاحب الكلمه العليا اللي هو احمد السقا، وخلى السلفيين اللي هم اصبح ليهم صوت عالي في المجتمع يفرضوا نفسهم على رؤيه تامر حبيب. نقدر نقول ان نهايه فيلم تيمور وشفيقه كانت بالفعل نهايه فيها قدر كبير من الذكوريه، الفيلم كله اصلا فيه قدر كبير من الذكوريه لانه مكتوب مش من وجهه نظر ذكر ولكن من وجهه نظر مجتمع بيفضل ان تكون المراه دائما في كنف الرجل. ردك ايه على الكلام ده؟ موافق جدا على كلام رامي، فكره انه انا بتكلم عن حدوث الحب جوه مجتمع ذكوري، وهو الفيلم كله عن الذكوريه الزياده اللي تيمور بيمارسها على شفيقه، فهو ده حقيقي جدا جدا. كلام استاذ نادر بقى موضوع السلفيين ده انا اتخضيت، لانه يا جماعه احنا عاملين في ولا سيطره احمد السقا ولا ده كان اختيار احمد السقا ولا اي حاجه من يعني الجزء اللي يخص احمد السقا اللي انا ممكن ما ببقاش راضي عنه لما بتفرج على الفيلم قوي ان الاكشن زاد شويه، لان اطمعنا ان معانا احمد السقا ومعانا امكانيات ان احنا نعمل اكشن. هو الفيلم رومانتك كوميدي فالاكشن كانك قلبتي على قناه ثانيه. انا نفسي بس انت في النهايه عملت نهايه ذكوريه ارضت المجتمع. لا مش حكايه كده، انا الحقيقه بقى ما فكرتش في كل المعاني الضخمه جدا دي. انا في الاخر بتكلم فيلم رومانتك كوميدي بسيط خفيف جدا. انت كسيناريست مش لازم يكون عندك وعي. انا نهيت الفيلم انتصارا للحب مش انتصارا للراجل. ده واحد في الفيلم كان هيموت ليترلي، نط في وسط النار، كان هيدفع عمره تمن لحبه للست دي، فهي في المقابل بقدر حبها تنازلت عن الحلم الكبير اللي هي انها تبقى وزيره. بس كان ممكن يبقى في انتصار للحب وانتصار للمراه في نفس الوقت. ما هو زي مراتي مدير عام. تعالي نقلب كده، تعالي نتفرج على الفيلم. انتوا جبتوا دلوقتي اخر مشهد في الفيلم، اخر لحظه في الفيلم، الاثنين بيتخانقوا وبيتناقروا وهي بتقول له لا انا هكمل وانا سبت الوزاره بس انا هكمل في شغل في اعمال مش عارف ايه وهعمل ايه، وهو بس هي استقالت قبل ما تتجوزوا. هي استقالت تنازل. ما هو ده قربان الست قدمته عشان الحب. انا ما قصدتش خالص المعنى الاجتماعي ده بجد ما قصدتوش، والحقيقه يعني وهو مش استنساخ من مراتي مدير عام خالص، لانه ده متكلم عن قصه حب ولاد الجيران، وانت كنت خلص بنهايه سعيده اللي هي اتجوزوا، انما مراتي مدير عام اتنين متجوزين من اول لحظه في الفيلم، فالموضوع مختلف تماما. بس قصدي انه انا كنت بتكلم عن الحب، ان الست ضحت تضحيه كبيره قوي بحلمها الكبير علشان خاطر الراجل اللي هي بتحبه. بس انت حاجه ما قصدتهاش وعملت صدى كبير جدا. بالظبط. يبقى في مشكله في الوعي يا تامر. احتمال يبقى يعني احتمال انا ما كنتش واخد بالي من ده، بس هو انا في الاخر اللي انا كنت مستغرب له ان انا اتهمت بمنتهى الرده وبمنتهى التحيز للمجتمع الذكوري بعد 3 افلام هم كان مرفوع بيا سابع سماء، ان اول مره من زمان يرجع دور للمراه في الفيلم ويبقى ليها تاثير على الدراما ويبقى وده علشان انت بدات بدايه مختلفه. بالظبط. فلقيت رد الفعل كان صادم. يعني انا مش زعلان من رد الفعل ده، بس قصدي الفكر السلفي لا ولا سلفي ولا ملفي، يعني
مفيش اي حاجه ليها علاقه بكده، لانه الحقيقه انا ابعد انسان في الدنيا عن الفكر السلفي او تبنيه او التاثر بيه. طب نقدر نقول ان النهايه دي بسبب احمد السقا؟ لا خالص خالص، ولا احمد السقا لم يتدخل في النهايه باي شكل من الاشكال خالص، مش حقيقي ابدا. لا هو يعني لو ما كانتش، لو كانت سويسه فضلت وزيره كان احمد السقا هيبقى وحش، ما هيفضل برضه بيلعب دور تيمور وبتاع، ليه يبقى بسبب احمد السقا؟ طب تعالى نشوف الشهاده الجايه. احيانا او في الفتره الاخيره تحديدا تامر حبيبي ابتدى يفصل اعمال على مقاس نجوم محددين، يعني زي ما قلت لحضرتك ان تيمور وشفيقه كان لحساب احمد السقا، وسلسلات يسرى اللي في التلفزيون كلها كانت لحساب يسرى، السوق طالب هذا العمل فابتدى يشتغل في السوق. اعتقد ان صداقه تامر حبيبي لبعض الفنانين اثرت عليه بشكل سلبي، يعني ابتدى يبقى صنايعي حرفجي اكتر ترزي لبعض الفنانين، رغم ان هو راجل زي الفل كراجل كاتب سيناريو لحاله يعني، واحنا معجبين قوي باعماله، لكن يعني لو حابه ان احنا نقول ان في عذر ما، طبيعه السوق اللي موجود فيه دلوقتي فرضت عليه الشكل ده. اولا تيمور وشفيقة انا مفصله لاحمد السقا ومنى زكي على فكره، مش لاحمد السقا بس. يعني الاول انت موافق ولا لا على الكلام؟ ما هو موافق لان انا في اعمال دخلت عملتها وانا عارف ان بطلها فلانه او بطلتها يعني يسرى، كل المسلسلات دخلت اعملها وانا عارف ان بطلتها منى. والمنى شلبي، والمنى شلبي لا بس منى لا منى انا الموضوع مختاره وهي انسب واحده لي منى، يعني من الاول خالص هي منى انسب شخصيه، لكن قصدي ما كانش متفصل لها خالص، بالعكس انا جبت الحدوته قلت لها بصي الحدوته دي كذا كذا وهي لمساها بشكل شخصي جدا فيلا نعمل كده. لكن انا قصدي اني كنت احيانا عارف مين ابطالي، عارف ان انا بعمل مسلسل يسرى على المستوى الثلاث مسلسلات اللي عملتهم ليسرى، عارف انها يسرى، بس في الاخر المسلسلات دي لو عدينا كم الشخصيات الممثلين اللي طلعوا من المسلسلات دي وكان عندهم شخصيات عامله ازاي تركيبتها عامله ازاي، فهو ماشي يسرى هي البطله بتاعت المسلسل، بس طب جوه المسلسل في حواديت شكلها ايه والخطوط الدراميه دي شكلها ايه، والممثلين بقوا طلعوا سلمه اعلى بسبب الدور الفلاني ده، ده معناه انه عامل شخصيه مش لانه هو بينور لوحده، عنده شخصيه وعنده خط درامي هو ماشي وراه. فانا يعني لو فكره التفصيل ومش التفصيل كنت افضل بشكل اساسي طول الوقت ان انا اي حاجه بكتبها بعد كده يتحدد مين ابطالها، زي ما استاذ نادر شويه قال متطلبات السوق احيانا بتقول انه تبقي عارفه انه يعمل كده، وفي الاخر انه انا ببقى راضي عن العمل بشكل يعني يسرى يمكن اقل عدد مشاهد ليسرى في الثلاث مسلسلات اللي انا عملتهم لها هم في الثلاثه دول، قصدي يعني مساحتها مش يسرى ممكن جدا تلاقيها في اي مسلسل من دول على مستوى الحلقه كلها دورها مشهدين وهي ست قد كده فاهمه طبيعه مهنتها ومتصالحه معاها وما عندهاش امراض نجوميه وما عندهاش اي مشكله يسرى بالظبط كده يسرى. فقصدي انه ده بالنسبه لي مش عيب خالص، لانه الحدوته كلها انا عندي شخصيه رئيسيه بختارها اسمها شربات، ان انا عارف انها يسرى طب هاتي حد احسن من يسرى، ما حدش يعني، بس في الاخر شربات دي العالم حواليها شكلها. يعني انت ما زعلتش من ان هم بيقولوا الكاتب ترزي؟ لا ترزي ازعل لانه لا ازعل يعني، بس قصدي ان انا فكره ان انا عارف من الاول مين البطل بتاعي وان الحدوته بشكل اساسي مبنيه وانا عارف ان ده البطل، عارف، بس ترزي لا، لانه يعني 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 مفيش فكره انه يسرى لا انا عايز اعمل مشهد فيه رقصه فاقوم اعمل لها رقصه ده بقى يبقى اسمه ترزي، لا مفيش كده، انا في الاخر الشخصيه اللي بكتبها هو البطل اللي انا عارف من الاول ان هو هيعملها، لا بزود له مشهد ولا بشيل له مشهد. نشوف الشهاده الثانيه. من يقال ان هم شله تامر حبيب او الشله اللي بتجمع بعض الاسماء ومنها تامر حبيب بنلاقي ان هم متضامنين مع بعض، يعني لو في حد كتب عن حد منهم على الفيسبوك جمله هتلاقيهم كلهم يتباروا في الدفاع عنه وفي الهجوم على الشخص اللي هاجم هذا عضو الشله بتاعتهم. الشلاليه بتدفع للامام اكيد، لكن في مرحله معينه ممكن تجر للوراء. عايزه تعليقك ومبدئيا انت موافق على فكره ان في شلاليه في الوسط الفني ولا لا؟ يعني شلاليه تحديدا في الشغل اللي انا اشتغلته من ساعه ما ابتديت لغايه دلوقتي اللي هي مين الشله؟ يعني انا الحمد لله تقريبا اشتغلت مع 90% من الناس سواء كانوا ممثلين او مخرجين.
اللي بيشتغلوا في المهنه دي، فاللي هي مين؟ ان انا اشتغلت 3 مسلسلات مع يسرا، وان يسرا صاحبتي، يسرا صاحبتي، بس ما انا كمان عملت مع محمد شاكر 3 مسلسلات، ده معناه ان احنا شله. طب انا عملت عمرو يوسف اشتغل معايا فيلم ومسلسل، ده شله. طب عملت حب البنات ليلى علوي، ده شله. طب منى اشتغلنا مع بعض فيلمين، ومنى اشتغلنا مع بعض مش عارف، يعني قصدي اللي هي مين الشله؟ ما ده الوسط كله. يعني الحمد لله انا في عدد اعمال ما هواش كتير قوي، اشتغلت جيل كبير قوي اللي هم شباب احمد داوود ومحمد شاهين ومحمد ممدوح ومحمد فراج ومحمد سلام، والناس دول كلهم اشتغلنا، ونسرين امين وامينه خليل وانجي المقدم، وناس الناس دي كلها ممكن اكون ناسي كمان اسماء، بس انا مش قصدي. طب دي اكبر شله في الوسط الفني ليه بقى؟ كل دول شله بيسرى بمنى بحلمي، مين بقى بره الشله؟ يعني طب مين بره الشله؟ شايفين كده يعني 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 ما يعني انا قصدي ان الناس دول صحابي، احنا اصحاب. ان انا لما حد إن يعني ان حد مثلا فكره الفيسبوك حد بيتكلم عن حد من صحابي بالظلم، لان انا ممكن انا نفسي، وده ياما بيحصل بيني وبين كل الشله، انه ما يعجبنيش يعني شغل. طب مع ام ضد في شلاليه ولا لا؟ لا يعني مفيش. عندي شله صحاب بنحب نشتغل مع بعض، بس الحقيقه عموما في الوسط الفني في شلاليه ولا لا؟ احتمال يبقى في عند شويه شلاليه، بس انا قصدي ان انا اشتغلت مع كل الناس. انا بالنسبه لي انا ما عنديش. في ناس عندهم شلاليه، في شلاليه احيانا طبعا. خلينا نطلع لفاصل ونرجع مع فقرتنا الأخيرة. يلا استنونا بعد الفاصل. رجعنا مرة تانية ولسه مكملين مع تامر حبيب. الفقرة دي اسمها أنا والآخرون. طبعا عندك صراعات وخلافات كتير مع ناس، في ناس بترد وفي ناس ما بتردش، منهم أنا ما حبيتش أرد. أيوة يلا بينا. حوري لك السكرين شوت الاول وبعد كده نتكلم عليه. طيب يلا ماشي، خلينا نتكلم بقى عليها. طيب عشان اقراها. عايز تقراها اقراها. يلا. وتابع برنامج تلفزيوني بتقدمه السمر يسري ومستضيفه حبيبي الاستاذ محمود حميده، واشبه بمناظره بين سواق توك توك في مزلقان ناهيه ورئيس جامعه اوكسفورد، وحميده حبيبي مش قادر يخبي وهان عليه ايه، مش عارف ايه، مش شايف. يفقعها بنيه، يفقعها بنيه، يرفع يوقع صف سنان العيد. ادب قوي اللي كاتب الكلام ده، ومش استخفاف بس استغباء. وبصراحه عنده حق، اذا كنت انا دمي اتحرق، وعشان ما بقاش بغلط في الست بس، هي مهذبه جدا بس الحوار اكبر من امكانياتها. على اي حاجه هتقولها انا متقبلاها، بس انا عايزه اعتذر لاني كنت قليل ادب شويه، يعني في قسوه شويه، يعني في الفاظ ما كانش ينفع اقولها، لازم اعترف بذلك. يعني بما انك محترمه جدا معايا كمان دلوقتي وانا قاعد قدامك، فاحيانا الواحد بيبقى يعني بتاخده الجلاله. انا بس عايزه اوضح لك حاجه، بان وجهه نظر بعرضها في البرنامج، اي وجهه نظر ما بتكونش بتحمل وجهه نظري انا. احنا بنعرض وجهات نظر مختلفه، وقدامك في اجتهادات مختلفه ومن نقاد، وبيبقى في مساحة كبيرة للضيف إن هو يرد على الحاجات المتوجهة ليه. في فرق خبرة كبير بيني وبين الأستاذ محمود حميدة، في فرق عمر، في فرق تاريخ، وأكيد ده واضح مش لازم إن أنا أقوله، بس كان لازم أوضح لك ده بشكل شخصي وفيس تو فيس زي ما بيقولوا. بس أنا قصدي إن بجد قصدت إن أنا، بما إني يعني كنت أنت شتمتنا جامد قوي، كنت بمنتهى القسوة دي إن أنا قلت إن كنت مهذبة في اللقاء، في الآخر فعلا كنت مهذبة طول الوقت. بس هو كان مبسوط، أنا يا تيكو هو كان مبسوط، أنا عارف وخرج مبسوط. أستاذ محمود عنده طريقة معينة كده في الكلام عن المهنة بشكل عام، وبتاع بتاعته هو كده خلاص. أنا خدت وقت على ما قدرت أستوعبها، وبقيت أخد ودي معاه فيها. بس أنا يهمني إن هو خرج مبسوط جدا وشكرنا، وأعتقد هو شايف الحلقة دلوقتي، وأنا مبسوطة برضو إن أنت ضيفي النهاردة، وهتخرج برضو مبسوط. لا أنا مبسوط جدا، أنا وهنخرج صحاب، ده حقيقي، يعني هتضيف لصحابك. أنا بقيت تيكو أهو، خلاص بقيت تيكو في نص الحلقة. تعال نشوف الشهادة الجاية. فيلم واحد صحيح، ما ندمتيش على الدور ده؟ ندمت. ندمت بعد ما اتجوزت طارق. ندمت بعد ما اتجوزت طارق، لاني حسيت انه كل ما بيشوفه او بتيجي سيرته بيتضايق منه. فلان لو كنت اعرف اني هتجوز طارق ما كنتش عرفته، بس ما كنتش ساعتها عرفت طارق.
مبدئيا رانيا وحشاني جدا، وحشاني انا كمان، من احلى الشخصيات اللي في واحد صحيح بجد، من احلى الشخصيات في الوسط الفني بشكل عام، لانها بني ادمه من بره شبه جميله رانيا جميل. يعني بس هي ندمانه ان هي لعبت الدور. بصي لا، ما هو كماله الكلام، بس مش ندمانه وخلاص، هي قالت عشان خاطر طارق جوزها، ف وده طبيعي بقى في مجتمع لسه بنقول اهو من شويه انه ذكوري، وفكره ان الدور كان فيه شويه جرأه، وبالذات مجتمعنا كمان عمال يدخل في الحته الضلمه اكتر واكتر، يعني هتلاقي مثلا نجمات قبل كده في مجتمع اكثر تنويرا كان موجود قبل كده بيعملوا ادوار ممكن تكون اشد جرأة، ما كانش هيبقى فيه مشكله كبيره عند جوزها مثلا، فهي بتتكلم عشان خاطر جوزها وده حقها مليون في يعني المين. ده مش هيأثر على انك ممكن تفكر تشتغل تاني مع رانيا؟ لا طبعا، لا 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 طبعا، انا شفت على فكره الكلام ده قبل كده، ما عنديش اي مشكله بالعكس، وبحبها وبحترمها هي وطارق جدا من صحابي، يعني صحابينا كمان على فكره بسلم عليها من خلال البرنامج وانا كمان. طيب نشوف السكرين شوت الجاي. تامر حبيب، أفلام السبكي بتحقق أرباحا تفوق تجارة المخدرات. كان قصدي على أفلام معينة، ده حقيقي، والحقيقة أن أنا أفلام معينة بينتجها نفس المنتج اللي أنتج لي واحد صحيح، الحاج أحمد السبكي، يعني هو نفس هو المنتج. هو أنتج لي واحد صحيح، بس هو كمان أنتج أفلام مهمة جدا زي كباريه، زي الفرح، زي مؤخرا الماء والخضرة والوجه الحسن، يعني حاجات كثيرة، هو عمل أفلام ذات قيمة فنية مهمة، بس هو كمان بيعمل نوع أفلام توليفة تجارية معينة كده في زمن قليل قوي قوي قوي، ما فيهاش حدوتة تقريبا في كام يوم. انا فاكر كويس قوي واحنا بنعمل واحد صحيح، كان عندنا مشهد بيصور في السينما، وكانت السينما بتعرض واحد من الافلام دي بتاعت الحاج احمد نفسه، وقعد جنبي، وعلى ما كانوا بيجهزوا قالوا شغل لنا يا ابني الفيلم نتفرج عليه شويه، فقعدوا بيشغلوا الفيلم، فانا قعدت اتفرج واضحك، انا بالنسبه لي ده مش فيلم، يعني ده ايه رقصه، انت شبهته بالمخدرات كلام. ايوه، لانه معمول ب 3 مليم وبيعمل مكاسب هلاميه، انا قصدي ده تجاره المخدرات، ما تجاره المخدرات هي بتكسب جدا جدا جدا. طب تاثيرها بقى زي المخدرات احيانا؟ احيانا مش المفروض، يعني كترها مضر، يعني ممكن مثلا ايه حد يجرب مخدرات مره كده يتبسط، بس ما يدوش فيها عشان ما يدمنش، يعني عشان ذوقه بيبوظ، لانه الحاجات دي لما بتتراكم كتير ويبقى قدام الجمهور في منها كتير، عموما بقى انا بتكلم على نوع معين كده، بجد ذوق الزبون بيبوظ وذوق الجمهور بيبوظ فعلا. يعني تجربة برنامج الراقصة نجحت ولا فشلت من وجهة نظرك؟ بصي أظن أنها نجحت، يعني أنا استمتعت بيها جدا ومش ندمين عليها خالص خالص، يعني أنا بحب الرقص الشرقي جدا خلاص، وبستمتع بالفرج عليه جدا، ولما شفت كانوا هما بيعملوا برومو عن البرنامج في القناة علشان البنات يروحوا يقدموا أي حد عندها موهبة الرقص تقدم، فشفت دينا بتعمل الـ 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 أنا لسه ما كلمونيش ولا أي حاجة خالص، فرحت قايل بيني وبين نفسي إذا لما يجوا يصوروا أكلم دينا أقول لها عايز أحضر اللايف دايما أروح أتفرج على الرقصات وهم بيرقصوا. فبعدها في نفس اليوم بساعتين كلموني قالوا لي إحنا عايزينك تيجي تقابلنا في المكتب في شركة الإنتاج علشان تبقى عضو لجنة التحكيم في برنامج الراقصة. أنا ليه؟ قفلت السكة ورحت قال لا طبعا مش هوافق وبتاع ما اعرفش ايه، وهيتقال كل اللي اتقال بقى، هو ماله، هو انت مالك انت بالهشك بشك يا بتاع المفكر يا بتاع الكتابه، وبقيت دلوقتي بتحكم في العوالم وبتاع، خفت من ده كله؟ كل ده حسبته لاول وهله وفكرت فيه، وبعدين رجعت قلت لي يلا يا جزمه يا ابن الجزمه يعني ما تبقاش انت عندك ازدواجيه، ده انت لسه بتقول لروحك دلوقتي حالا انا هروح اتفرج واقول لدينا انا عايزك اتفرج واتفرج عشان انا بحب الفن ده وبحب استمتع بيه، فانت جالك العرض علشان تتفرج وتاخد فلوس وما تفوتش ولا رقاصه، ف وده الحاجه اللي انت بتحبها، فما تضحكش على روحك لو معمول بشكل محترم ومش هيبقى يعني تحت بير السلم او في اسفاف او ابتذال، وافق. ورحت لقيت فعلا الفكره كانت عامله كده، واستمتعت جدا بالفتره اللي صورنا. ليه طلع كلام كتير ان الكواليس ما كانتش لطيفه، في خناقات وفي خلافات؟ كان في خلافات محايده، اولا في حاجات بتبقى سكريبتد كده عشان يعملوا الحلقه حرقه، ده على كل مستوى حلقه البرامج، ده مفهوم، بس ده كان بزياده شويه لانه كان في جزء منه حقيقي شويه، يعني حصل خلاف ما نسائي بين الستتين يعني كان موجود، فكنت انا طول الوقت بحاول ابقى محايد جدا لانه يعني انت قريب من مين اكتر في العلاقه الشخصيه؟ لا دينا صاحبتي اكتر طبعا من فريال، فريال طبعا صديقتي وكل حاجه بقى؟ لا والله خالص، اساليهم الاثنين. نشوف السكرين شوت الجاي. تحب تقرا؟
يعني على فكرة أحمد موسى دي سيمة بشعة وأبيحة قوي. أنا بعد كده لما أحب أهين حد هقول له يلا يا أحمد موسى يا ابن اللي أحمد موسى آسف على اللفظ الخادش. يعني تعليقك؟ يعني أنا للأسف ما في حاجة كده بدرس منها يعني في طريقة معينة فيها واضحة قوي. أنا والله العظيم مش ضد أبداً إن أنت تخدعيني بذكاء. يعني اللي فيه لي أنا راجل سيناريست فخليك سيناريست شاطر كده وبيع لي البيعة. إنما أبقى بالفجاجة دي وإن أنا أبقى بالقسوة دي أحياناً ما أنا عايز أشوف مين معه. يعني أنا الحقيقة تقريباً بنسبة 100% من الناس اللي أعرفها يعني يمكن ده يبقى أكثر من أكثر البوستات اللي خدت عليها لايك لأنه ده رأي شبه رأي ناس كتيرة قوي 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 أنا أعرفه. فأنا ماليش في ده ما بحبوش. طيب إحنا عاملين لك بس كليب صغير كده عايزك تشوف. طيب يلا. بحب أكتر مشهد رومانسي لتامر حبيب عجبني لا كتير ما بحبش أعظم واحد يكتب رومانسية هو تامر دايما كان ليه حاجة ليه حتة كده وهو بس اللي شايفها يعني لازم أنت هو بس تقعد معي خليك تشوف الزاوية دي والزاوية دي دايما بتبقى أصعب وأمتع للممثل يعني أنا بحب تشوف بحبك هو في الحب يعني جميل الحب يبقى واضح زي الشمس ولما بيجي الواحد بيحس بيه وبيعرفه أحبك أوي أنا بقى ما بحبكيش يا ستي بحب نفسي إيه رأيك وعشان بحب نفسي عايزك معايا طول الوقت لأن ببساطة عمري ما حسيت بالسعادة دي غير وانتي معايا أما إن أنت سعيد بقى فيمكن ده عشان أنت معايا مشهد بقى بتاع تطفي الشمس كان برضو مشهد لطيف جدا اللي هو كان احمد بيعترف فيه بحبه مش بيقولها بس بحبك وبيسكت لا ده بيقولها انه بيحب كل حاجه بتحصل بينهم بالتفصيل وهو فاكرها وحاسسها ومصدقها قوي بحبك من اول ما شفتك بحب كل حاجه بعملها معاكي بحب الافلام الايرانيه واليوجا وبحب غسيل العربيات وبحب الاكل الصحي عارفه حدوته الحب من اول كل حاجه دي اللي هي اول كلمه بحبك بتقوليها وانت حاساها قوي واول لمسه ايد بتقشعر الجسم كله مشاهد ادم مع حبيبه دي كلامها كان حلو قوي 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 ادم انا مش عايزه حاجه تربطك بيا غير ان تكون بتحبني وما تكونش مستعده تستغنى عني مهما حصل ليه فاكر ان انا عاوز استغنى عنك انا استغنيت عن كل حاجه في حياتي عشانك انت مشهد رومانسي في العشق والهوى كان مشهد بيني وبين احمد السقا انا عمري ما عارف انسى المشهد ده محتاج اجرم يحمني على حد وما ليش حد غيرك خايفه قوي انا خايفه عليها قوي انا ما قدمتلهاش اي حاجه مفيش عندي اي حاجة اعملها لك بس انا بخاف عليكي قوي دي عملت عشان حاجات كتير اوي انا جايبها ادتني كل حاجة انا بجد عليك انا بسامحك من اول ما شفتك يا عمر بجد بس انا بحبك وانا كمان بحبك تامر موهبة فزة وموهبة مش قليلة وموهبة عبقرية لأنه حقيقي لأنه ما بيصطنعش الإحساس يعني هو يقولك ربنا ما يحرمني من الإحساس إيه رأيك في الكليب اللي احنا عملناه؟ يعني بقى حسب أمتطشت يعني فارق معايا مبسوط الحمد لله جدا وفخور يعني فخور جدا الحمد لله انه وبعدين قعدت افتكر بس موضوع الشلاليه دي ما انا نسيت ان شلتي بقى فيها احمد مالك وجميل عوض ويعني الحمد لله دي يعني يا رب يديمها نعمه بجد ليه الراجل بيعرف يعبر عن كتاباته عن الست اكتر من الست نفسها
في فيلم بتاع جاك نيكلسون اسمه As Good As It Gets، فهو مفروض انه كان طالع فيه مؤلف وبيكتب الست كويس قوي، ف اخذ جائزه الاوسكار، اخذ عنه اوسكار احسن ممثل. فهي سالته انت ازاي بتكتب الست حلو قوي كده، فقال لها لاني ايه بيتخيل رجل بالظبط كده، بتخيله رجل مش عارف باين ما فيهوش مش عارف ايه ولا يعني، وانزع عنه المنطق والعقل بس كده. طب ما انت انا بس مش فاكر، بس كان وقتها كان عاجبني جدا الكلام، بس لا يعني عاجبني ده في المشهد، بس لا انا بيتهيألي انه هي دايما كده، دايما الراجل لانه اللي بيبص من بره بيبقى شايف احسن. طب بس هو انت عارف كان بيقولوا له في الفيلم كإهانة للست. لا انا افتكرت بس الجمله وقتها كانت عجباني كده، بس لا مش إهانة للست ولا حاجه، لانه هو كان بيقولوا كده في العقل والمنطق ده معناه انه عاطفيه، يعني هو ينفع نبص برضه من زاويه تانية. هو كان ساركاستك طبعا، هو كان قاصد يبقى ساخر يعني، بس ما هو فكره انه فكره ان القلب يبقى طاغي على العقل، في ناس بتفكر بقى ايوه. طب بس ما ينفعش تبقى عاطفيه وعندها منطق وعقل وتحكم بقى دول؟ ينفع تبقى عاطفيه فعندها عاطفه اكتر من العقل، وبقولك في ناس بتعرف تفكر بقلبها يعني، ده حقيقي. المنطق لا ينفع يبقى عاطفي ومنطقي، بس كمان العاطفه بتخليكي تغلبي المنطق بتاع ناحيه اللي انت بتحبيه، يعني ال- 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 العاطفه ما بتخليكيش فير قوي دايما، يعني زي ما انت بتقولي كده انصر اخاك ظالما او مظلوما، اللي بتحبيه حبيبك تبلع له الزلط وعدوك تتمنى له الغلط. بالظبط. تامر حبيب نورتنا. ده انا اللي مبسوط جدا 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 بجد يا سمر، يعني النهارده من الايام اللي غيرت عني وجهه نظر حاجات بجد بسببك. انا بجد سعيده جدا ان انا غيرت وجهه نظر حاجات كتير جواك، سعيده جدا بكلامك الحقيقه. يعني واللي تخاف منه ما يجيش احسن منه، عشان انا كنت قلقان جدا على فكره، دي حقيقه، وبجد مبسوط جدا. طب انت كنت جاي خايف ليه؟ مش عايز ادخل في حته فيها استفزاز قوي، لانه في بيبقى ساعات في قضيه ان يستفز اللي قدامي، انا ما بحبش طبيعه البرامج دي اللي هو استفزك عشان اطلعك للحظه غضب، ولا اقول الكاميرا اسكت مش هصور ولا الحاجه، يعني ما كنتش عايز اوصل للمرحله دي. احنا بنزنقك بس ونشوف انت لا النوع ده من الزنق انا موافق عليه مليون في المئه، وعمري ما اتحطيت في كميه الانتقادات اللي من النقاد اللي شكلها عامل كده. بس احنا بنشتغل بشكل مهني وصحفي. جدا، ده حقيقي، ده حقيقي، لا بجد اشهد بذلك في المحكمه يعني. نورتنا. ميرسي ميرسي، ده نورك. استنونا في حلقه جديده من انا، وانا اشوفكم على خير وتصبحوا على خير.